صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذ. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. طبعا ما فيش شك أنه طلبة الثانوية العامة دلوقتي بيمتحنوا. من كام يوم بدأوا امتحان اللغة العربية ودخلوا بعديها على طول امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والنهاردة عندهم امتحان مهم جدا، امتحان التاريخ والفيزياء. كل الأمنيات الطيبة ليهم بالنجاح والتوفيق النهاردة، وإن شاء الله الامتحان يكون سهل وبسيط وفي مستوى الطالب المتوسط زي ما بنقول. إن شاء الله يكون الأمور بسيطة ويعرفوا يتصرفوا كويس جدا إن شاء الله أثناء الامتحان. لازم نكرر كلامنا ومش هنزهق أبدا إن احنا نقول مفيش داعي للضغوط وللعصبية، مفيش داعي نلوم نفسنا على اللي فات. المادة اللي هندخل امتحانها ونعملها النهاردة غير المادة اللي خلصناها، مفيش داعي نقعد بقى نقعد نتراجع ونتحسر على اللي فاتنا ونقول كنا يا ريتنا وكنا عملنا. خلاص اللي حصل حصل، اقفل الصفحة، استعد لكتابة صفحة جديدة في صفحات باقي امتحاناتك، تكون صفحة كويسة جدا إن شاء الله ما فيهاش أي حاجة غير كل حاجة ترضيك. طبعا نركز في اللي جاي، وبرضو ضروري بالنسبة للأباء والأمهات في البيوت إن هم يخلوا بالهم من النقطة دي كويس جدا. بلاش توجيه أي عتاب أو اللي حصل حصل خلاص، ده وقت ما فيهوش إن احنا نقعد نلوم الأولاد. أنتوا كان قدامك طول السنة ما ذاكرتش ليه؟ ما فيش خلاص. عشان كده لو في خسارة بسيطة بلاش نوسع الدايرة، يعني خلاص يركز في اللي هو ذاكره، على الأقل يراجع اللي هو ذاكره. لكن هي برضو قدرات بالمناسبة، يعني في حد يقدر يحصل معلومة معلومتين، لكن بلاش نضغطهم، بلاش نرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. يعني لو ضغطناهم جامد دلوقتي هم ممكن يتوتروا فيرتبكوا، فحتى المعلومة الصغيرة اللي كانت عندهم تضيع منهم في الامتحان، فيا ريت بلاش. أكيد إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن، إن شاء الله اللي جاي نحس فيه إن إحنا عارفين نتصرف كويس جدا. كل التوفيق لكل طلبة وطالبات الثانوية العامة، إن شاء الله تكونوا موفقين النهاردة في امتحان الفيزياء وفي امتحان التاريخ، والامتحان يكون سهل وبسيط وتقدروا تتعاملوا معاه بكل الاحترافية. مرة تانية صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على حاله الجو النهارده عامله ايه. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا شادلي. صباح الخير يا منى. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. دينا قول لنا ان اسبوع كويس وان الامور هتبقى افضل شويه. هو مش الاسبوع بس، انا فرحانه جدا النهارده ان يمكن درجات الحراره فيها انخفاض، يعني احنا النهارده العظمى 36، فعلشان خاطر اولادنا اللي انتوا بتقولوا برده ان هم بيمتحنوا النهارده ثانويه العامه فيزياء وتاريخ، ودي المادتين الاساسيين للعلمي والادبي، فان شاء الله يبقى الاجواء لطيفه عليهم النهارده باذن الله. إن شاء الله بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح. الحكومة نفت توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، ووزارة الداخلية عملت تخفيضات بالسينما والمطاعم والمحال التجارية في يوم 30/6. كمان تلفزيون بريكس نوه عن مساعي الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات للسوق العالمية وإدراك 27 جامعة مصرية في تصنيف يو اس نيوز الأمريكي. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي.
الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف أنه في ضوء ما تردد من شائعات بشأن توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، تواصل المركز مع مصلحة الجمارك المصرية اللي أكدت أنه لا صحة لتوقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، وأن المنظومة مستقرة وتعمل بشكل طبيعي ومنتظم ولم تتوقف. كما أشارت إلى أنه تم إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات منذ الأول من مايو الماضي حتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام. كما أن هناك بضائع بتقدر بنحو 13.7 مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها 12 مليار دولار. امبارح وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، أعلنت وزارة الداخلية عن تخفيضات خاصة يوم الحد من خلال مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية. وبيشارك في هذه المبادرة 69 مول تجاري و348 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحل متنوعة، بالإضافة لتخفيضات خاصة بالمستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل ودور العرض السينمائي والملاهي، ليصبح إجمالي فروع الكيانات المشاركة 3315 فرع بجميع أنحاء الجمهورية. امبارح سلط تلفزيون بريكس الضوء على المساعي والجهود اللي بتقوم بيها الحكومة المصرية في الوقت الراهن لزيادة حجم الصادرات من خلال تعزيز القدرة التنافسية للسلع المصرية وتوسيع نطاق وصولها للسوق العالمية. ونقل التلفزيون مقتطفات من وقائع اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاستراتيجيات اللازمة والخطط الرامية لزيادة الصادرات ل 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مؤكداً جهود تطوير المنتجات المصرية وتقديم حوافز للاستثمار. امبارح أعلن تصنيف US News الأمريكي نتائج نسخته الجديدة لهذا العام 2024، اللي أظهرت إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات الدولية المدرجة بالتصنيف، وده بزيادة 8 جامعات مقارنة بالعام الماضي 2023 اللي شهد إدراج 19 جامعة مصرية بالتصنيف. وأظهرت نتائج التصنيف تصدر جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية المدرجة، وجاءت في الترتيب 271 عالمياً، تلتها جامعة الأزهر في الترتيب 327 عالمياً. امبارح دعت الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المواطنين بضرورة الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي للمساهمة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال وتقليل مدة الانقطاعات. هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات واللي كان فيها تفاصيل كتيرة جدا. مدينة سانت كاترين هتستقبل 307 سائح لزيارة معالمها المقدسة والتاريخية. تم إغلاق الكورنيش والطرق المؤدية للشواطئ المفتوحة في محافظة مطروح، ده طبعا بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسبب حركة المد والجزر. كمان في الشرقية، أوقاف الشرقية استلمت 2 طن لحوم صكوك أضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وفي 204 مولدات لتأمين محطات مياه الشرب بسوهاج خلال فترة تخفيف الأحمال. وأخبار تانية هنستعرضها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت أخبار كتير، أبرزها أن مدينة سانت كاترين استقبلت عدد من السائحين والزائرين من مختلف دول العالم لزيارة معالمها الدينية والتاريخية والأثرية وتسلق جبل موسى وزيارة دير سانت كاترين. واستقبلت المدينة 307 سائح من عدة دول، هي أسبانيا وإنجلترا وألمانيا ورومانيا واليونان والهند وسنغافورة وباكستان وروسيا وبلغاريا وكندا، وده لتسلق جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر. مدينة مرسى مطروح قامت باتخاذ إجراءات صارمة وغلق الطرق والكورنيش المؤدي للشواطئ المفتوحة لمنع رواد مطروح من نزول البحر بشواطئ الأبيض وأم الرخم وعجيبة أمس الجمعة، وده لوجود حالة من عدم الاستقرار وارتفاع أمواج البحر أكثر من 2 متر ووجود تيارات وسحب حفاظاً على أرواح الزوار من الغرق. محافظة الشرقية شهدت استلام الدفعة الأولى من مشروع صكوك الأضاحي العام 2024 والمقدمة من وزارة الأوقاف، وإجمالي 2 طن الحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي. شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أكدت أن لديها 36 مولد ديزل ثابت وعدد 168 مولد متحرك بإجمالي 204 مولد ديزل لتوليد الكهرباء بيتم استخدامها بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تشغيل تلك المحطات أوقات تخفيف أحمال الكهرباء بجميع مراكز المحافظة.
انطلقت فعاليات قافلة دعوية مشتركة من علماء الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية بمناطق الشيخ زويد والجورة ورفح بشمال سيناء، وبتضم 3 من علماء الأزهر الشريف و8 من علماء وزارة الأوقاف و2 من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعاً بصوت واحد حول موضوع قوة الأوطان. مطار مرسى علم الدولي هيستقبل بداية من اليوم السبت وعلى مدار الأسبوع 144 رحلة طيران دولية سياحية، أغلبها من المطارات الأوروبية المختلفة، وبيتم تطبيق إجراءات الوصول الصحية والأمنية على الركاب فور وصولهم أرض المهبط. مديرية الصحة في الوادي الجديد أعلنت تنفيذ 8 قوافل علاجية على مدار شهر استهدفت عدة قرى في نطاق المحافظة، تم فيها توقيع الكشف الطبي على 2659 مواطن وإجراء 432 تحليل طبي و12 حالة أشعة عادية و48 حالة أشعة سونار، وتم تحويل 32 مريض لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقاتنا. بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقت الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون شديد الحراره رطب نهارا على اغلب الانحاء، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهية الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، خصوصا إن حضرتك امبارح قلت لنا إن في انخفاض يمكن في درجات الحرارة والجو هيكون ألطف شوية مع ارتفاع نسب رطوبة، لكن يعني هنبقى حاسين بشعور كده بانخفاض طفيف في درجات الحرارة. بالفعل اليوم هنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة وخاصة في سواحلنا الشمالية، فاليوم هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة في معظم المحافظات الشمالية من السواحل الشمالية حتى كمان محافظات شمال الصعيد. الانخفاض ده هيكون بمعدل من درجتين إلى 3 درجات، هو انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة لكن هيخلينا نحس إن الجو أقل حدة وأقل حرارة من الأيام الماضية اللي كنا بنسجل فيها قيم درجات حرارة بتوصل ل 38 و39 درجة مئوية، خاصة كمان إن المنخفض الجوي الموجود معانا هيوزع الرطوبة في عمود الهواء ككل، فبالتالي هيقلل بعض الشيء إحساس نسب رطوبة موجودة في الجو. هيكون وصفنا للطقس خلال فترة النهار ما زال وصف شديد الحرارة رطب لكن أقل حدة من الأيام الماضية، وده في سواحلنا في محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد. الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط طبعا بتكون أقل في الحرارة، وتكون طبعا العظمى فترة النهار ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية فترة النهار، لكن دي قيمة درجة الحرارة المقاسة في الظل. المحسوسة اللي المواطنين هيحسوها نتيجة وجود نسب رطوبة في الجو هتكون ما بين 34 ل 36 درجة مئوية خلال فترة النهار، ده في سواحلنا الشمالية. فأجواء السواحل الشمالية هي أجواء حارة رطبة فترة النهار. القاهرة الكبرى أيضا المحسوسة فترة النهار هتكون 38 درجة مئوية. نأكد إن احنا خلاص بدأنا نعلن عن درجات الحرارة المحسوسة في النشرات الجوية عشان نسبة الرطوبة، عن وجود نسب رطوبة في الجو. بالظبط الناتجة عن وجود نسب رطوبة في الجو، وهي قيمتها بتختلف من محافظة لمحافظة، يعني احنا بنضيف من درجتين لثلاث درجات بحسب نسب الرطوبة في كل محافظة، واللي دايما نسب الرطوبة العالية بتكون في الأماكن الساحلية القريبة صحيح من المسطحات المائية السواحل الشمالية، وتدريجيا نسب الرطوبة بتقل كل ما تقدمنا للمحافظات الداخلية. طيب محافظات الصعيد حضرتك كنت بتقولي امبارح بنسبة السواحل، بالنسبة للسواحل الشمالية ان احنا كان في ارتفاع في الأمواج بالأمس وكان في تحذير من نزول مياه بحر المتوسط خصوصا على السواحل الشمالية والقريبة كمان من اسكندرية والعلمين ومطروح، ده مستمر معانا النهارده؟ بالفعل يمكن كمان تم اغلاق بعض الشواطئ في محافظه مطروح بالامس. اليوم ايضا هيكون في اضطراب في حركه الملاحه البحريه وارتفاع امواج كمان على الشواطئ، يعني انا عندي كمان اضطراب الملاحه البحريه امبارح ما كانش موجود صحيح. بالظبط النهارده كمان هيكون في اضطراب الملاحه البحريه على البحر المتوسط، وارتفاع امواج هيكون ما بين 2 الى 3 متر لان سرعات الرياح عاليه تكون ما بين 40 الى 60 كيلومتر على الساعه على البحر المتوسط. فالبحر البحر المتوسط كله
معتدل الى مضطرب، يعني غير مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه، والاكيد كمان اعمال التنزه. فنخلي بالنا كمان من طبعا اعمال التنزه او المصايف في البحر المتوسط، لكن البحر الاحمر معتدل ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. ناكد كمان ان احنا هنحس بانخفاض قيم درجات الحراره في فترات الليل، هتبدا الصغرى فتره الليل تنخفض وتكون فتره الليل ما بين 24 الى 25 درجه مئويه، خاصه كمان مع وجود نشاط لرياح في معظم المحافظات سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه. وجود نشاط لرياح يساعد ان احنا نحس بنسب رطوبه اقل ونحس بقيم درجات حراره اقل فترات الليل وساعات المساء، فبالتالي فترات الليل كمان هنحس ان اجواءها احسن من الليالي الماضيه. صحيح. وهي اجواء معتدله رطبه خلال فترات الليل، يعني اخيرا هنشم نسمه الهواء بتاعت بليل بتاعت الصيف بتاعت زمان النهارده. ان شاء الله متوقع النهارده وكمان بكره، يعني الانخفاض كمان مكمل معانا ان شاء الله بكره كمان لحد في معظم المحافظات عظمى على القاهره الكبرى، هتتراوح ما بين 35 الى 36 درجه مئويه عظمى فتره النهار في الظل. مع يوم الاثنين تبدا تدريجيا قيم درجات الحراره ترتفع، لكن مش هتبقى الارتفاعات الملحوظه، ارتفاعات زي الاسبوع الماضي ما بين 38 الى 39 عظمى على القاهره الكبرى، هتستمر معانا لحد نهايات هذا الاسبوع ان شاء الله. يعني مش هتكون ملحوظه بالشكل الكبير، لكن طبعا هيكون في استمرار لوجود نسب رطوبه في الجو. بس هل من يوم الاثنين هنفضل في ارتفاعات بقى لحد نهايات الاسبوع، ولا هترجع مره ثانيه كده الجو ينخفض مره ثانيه درجات الحراره؟ هو حتى نهايه الاسبوع يعني لحد يوم الخميس والجمعه هيكون متوسط قيم درجات حراره من 38 ل 39 درجه مئويه، بعض الايام هتكون 37، هي تكون اعلى من السبت والحد لكن اعلى بارقام طفيفه برضه، يعني هتكون ما بين 38 يعني و39. يعني ممكن نقول ان الاسبوع ده كله درجات الحراره فيه معتدله، ما فيهوش الجو شديد الحراره اللي احنا كنا معتادين عليه من موجات الحراره المتتاليه اللي كانت سابقه خلال الاسابيع الماضيه. هو هيكون اقل حده من الاسبوع الماضي، لكن لسه في رطوبه في الجو، احنا دايما بنقول نسب الرطوبه في الجو ووجودها في الجو معانا هي اللي بتخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى، هي بتخلينا حتى لو في انخفاض في الحراره ما نحسش بيه بالشكل الكبير، لان ارتفاع نسب الرطوبه يخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في قيم درجات الحراره. يعني ممكن زي ما قلنا في الاول الاماكن الساحليه بتكون الاعلى في نسب الرطوبه، وكمان رغم الانخفاض وده اللي بناكد عليه، رغم ان قيم درجات الحراره اليوم منخفضه لكن هي ايضا اعلى من المعدلات المعتاده للوقت ده من السنه، يعني ده مش الطبيعي كمان ان لما درجات الحراره تنخفض تكون اعلى من المعدلات، احنا حتى ما رجعناش للمعدلات الصيفيه المعتاده، فعشان كده بناكد ان الجو الاسبوع ده ان شاء الله هيكون اقل حده واقل حراره من الاسبوع اللي فات. لسه احساسي بيه فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره لما بيكون في شده الاشعاع الشمسي او حتى لما بنتعرض لاشعه الشمس احساسي بيه طقس شديد الحراره راتب، لكن اقل حده من الاسبوع اللي فات. فبناكد بس على كل الساده المواطنين مهم جدا ناخد بالنا من الارتفاع اللي موجود في قيم درجات الحراره واحنا كمان موجودين في الشارع، خاصه ان الفتره دي فتره امتحانات، الطلبه بيخرجوا من امتحاناتهم. بس انا سعيده ان النهارده كمان الجو يعني ممكن يكون احسن قليلا من الايام اللي فاتت، علشان طبعا هم النهارده اولادنا واخواتنا اللي في الثانويه العامه بيمتحنوا الفيزياء والتاريخ، وحضرتك عارفه اكيد مدى اهميه هذه المادتين يعني. بالفعل، فاحنا بس بناكد عليهم ناخد احتياطاتنا بقدر الامكان. صحيح. طبعا واحنا في اللجان نشرب قدر كبير من السوائل، ازازه الميه تبقى موجوده معايا على مدار اليوم كله، ونلبس ملابس قطنيه خفيفه كمان. بالظبط، الملابس القطنيه الخفيفه، المكان يكون مكان جيد التهويه، نفتح الشبابيك في المكان، وده يحسسني بنسب رطوبه اقل وقيم درجات حراره اقل، وطبعا ما نتعرضش لاشعه الشمس بشكل مباشر، بلاش نقف تحت اشعه الشمس فتره طويله، يكون معانا غطاء للراس يحمينا من اشعه الشمس، ناخد بس احتياطاتنا بقدر الامكان، لكن ان شاء الله ناكد ان النهارده وبكره اجواء احسن بكثير من الاسبوع اللي فات، وناكد النهارده ان نشاط الرياح كمان ممكن يؤدي لاثاره بعض الرمال والاتربه في محافظات شمال الصعيد، يعني المناطق الموجوده في شمال الصعيد منيا اسيوط ممكن نلاقي عليها بعض الاتربه والرمال المثاره نتيجة وجود نشاط لرياح في الأماكن دي. لكن الرياح دي مش هتمتد المثيرة للرمال والأتربة إلى القاهرة الكبرى؟ لا الحمد لله، فقط طيب. القاهرة الكبرى وباقي المحافظات نشاط الرياح اللي موجود فيها هيلطف الجو أو يحسسنا بقيم درجات حرارة أقل، فقط مثير للرمال والأتربة بس في محافظات شمال الصعيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر لحالة الطقس. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأ من القاهرة
العظمى 36، الصغرى 25، العاصمه الاداريه 37، 25، اسكندريه 31، 22، العلمين الجديده 31، 22، مطروح 30، 22، دمياط 32، 24، بورسعيد 32، 24، الاسماعيليه 38، 25، السويس 37، 25، العريش 32، 23، كاترين 33، 16، طابة 37، 26، حلايب 35، 30، شلاتين 39، 29، شرم الشيخ 41، 30، الغردقة 40، 30، الفيوم 38، 25، وبني سويف 38، 26، الوادي الجديد 43، 25، أسيوط 39، 25، سوهاج 41، 26، قنا 45، 28، الأقصر 45، 29، وأخيرا أسوان 45، 29. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن خلونا نستمتع بالأجواء اللطيفة النهاردة وبكرة. في ارتفاع في نسب الرطوبة، لكن بالليل الجو هيكون معتدل وفي نسمة هواء لطيفة إن شاء الله نستمتع بيها كلنا. هرجع مرة تانية لشاذلي ومنى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. ودلوقتي خلينا نتابع أبرز وأهم الأحداث اللي النهاردة هتحصل في مع حضراتكم في التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هينطلق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين. ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي وأرسولا فوندرلاين قبل أن تبدأ فعاليات الحدث شديد الأهمية على مدار يومين 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير، وده بحضور لفيف من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي وأيضاً ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلاً عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسؤولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية. النهاردة هتسير مصر للطيران 20 رحلة جوية لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة القاهرة والإسكندرية وتضامن المنوفية وحجاج الترانزيت وحجاج باماكو كوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة. النهاردة هيكون طلاب الثانوية العامة على موعد مع امتحان مادتين، حيث يؤدي طلاب الشعب العلمية علوم ورياضة لامتحان في مادة الفيزياء وطلاب الشعب الأدبية في التاريخ. وشددت الوزارة على أن الأسئلة ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وبتكشف مستويات الطلاب المختلفة وبتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية للمنهج الدراسي للثانوية العامة، مضيفة أن أسئلة امتحان الفيزياء لن تكون صعبة، مشيرة إلى أن فكرة امتحان الفيزياء صعبة أصبحت غير موجودة في صياغة واختيار أسئلة الامتحان، ويجب على الطلاب الاطمئنان والتركيز والاستعداد الجيد للاختبارات في جميع المواد. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. هيلتقي منتخب سويسرا مع منتخب إيطاليا في تمام الساعة 7 مساءً، وفي العاشرة ليلاً هيلتقي منتخب ألمانيا مع منتخب الدنمارك. والعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 28 من عمر المسابقة. هيلتقي إنبي مع بلدية المحلة في تمام الساعة 4 عصراً، وفي تمام السابعة مساء هيلتقي الزمالك مع سيراميكا، وفي نفس التوقيت هيلتقي الاتحاد مع الداخلية. امبارح تم الإعلان عن إطلاق مسابقة مصر تبدع تقرأ وترسم، واللي تهدف لاكتشاف المواهب والإبداعات في الفنون التشكيلية والتشجيع على القراءة ودعم الموهوبين من ذوي الهمم من خلال طبعا مسابقتين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من أستاذ محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. صباح الخير على حضرتك. اهلا، صباح النور على حضراتكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله صيف مشرق ومفيد لكل اطفالنا في مصر كلها باذن الله. ان شاء الله. لما نيجي نتكلم عن فكره مسابقه مصر تبدع، ايه فكره المسابقه وايه اهدافها؟ والله يا معالي وزيره الثقافه الاستاذه الدكتوره نبيل السلاني يعني كلفتني من عده اشهر بعمل مجموعه من المبادرات والمسابقات تكون للشباب والشباب الصغير والأطفال في مراحل عمرية مختلفة في أهم الفنون والمواهب اللي ممكن كل الأطفال في مصر يشتركوا فيها، واللي هي في الوقت نفسه
شغل اساسي بالنسبه لهؤلاء الاطفال. فكان اكثر حاجه يعني من الممكن ان احنا نعمل فيها حاجه هي القراءه. فكانت مبادئه مصر تقرا، واكثر حاجه في الفنون الاطفال والشباب الصغير والشباب بيحبوها هي مصر تقرا. بالاضافه الى ان الوزاره ايضا اطلقت مشروع اخر اسمه انا رقمي. انا رقمي ده في التطبيقات الالكترونيه والابتكارات هيكون بنفس تكنيك واليات المسابقتين الصادفتين دول تم اطلاقهم بالامس، وان شاء الله الاسبوع القادم تطلق المسابقه الجديده اللي هي انا رقمي. طيب اتفضل يا فندم. طيب الفكره الاساسيه ان في عندنا ثلاث مراحل عمريه، هي من 6 ل 12 سنه، ومن 13 ل 18، ومن 19 ل 28. لو لاحظنا الثلاث فئات العمريه دول هنلاقيهم الاكثر يعني بضغط جديد معروفين في السوشيال ميديا وعالم الرقمنه، هي جيل الفا وجيل زد، وهي مجموعه الشباب والشباب الصغير والاطفال في المراحل العمريه الاولى. ايضا نفس الثلاث مراحل موجودين هيبقوا ان شاء الله في الثلاث مسابقات، والاول مره بيتم عمل جوائز ماليه معتبره ومعقوله وجيده للثلاث مراحل دول، وايضا هناك جوائز اخرى تشجيعيه وعينيه، يعني هيبقى في 10 جوائز في كل مرحله من المراحل، و10 جوائز اخرى عينيه سواء بكتب او مكتبات في كل مسابقه من المسابقات. لكل مسابقه من المسابقات اللي عظيم جدا، و10 كمان تشجيعيه باعطاء مكتبات من الكتب من مكتبات الهيئه العامه لاصول الثقافه. عرضت المسابقتين على الاستاذ عمرو الدكتور رئيس الهيئه العامه لاصول الثقافه مشكورا، ووافق مجلس اداره الهيئه العامه لاصول الثقافه، بل كمان زادوا الفئات الماليه اقتناعا بهذه الجائزه في الحقيقه، وهذه المسابقات اللي هتغطي قطاع كبير جدا من الاطفال، وهتكون يعني نقدر نقول استكمال لجائزه الدوله للمبدع الصغير، لان بيفوز اثنين في جائزه الدوله للمبدع الصغير. فهنا هيفوز 20 في كل فئه من الفئات في المراحل المختلفه المتنوعه. طيب استاذ محمد لو سمحت لي، احنا قلنا ان في فئات عمريه مختلفه، ايه هي المعايير اللي بتعتمدها لجنه التحكيم في تقييم الاعمال الفنيه؟ اولا يعني ما تستطيع او تقدمه الفئه العمريه في هذا السن. على سبيل المثال السن اللي هو الاولاني من 6 سنوات ل 12 سنه على سبيل المثال في القراءه مثلا، فاحنا حاطين ان هو يقرا من 10 ل 15 كتاب، ويلخصهم فيما لا يزيد عن 200 كلمه. يعني واكيد في فرق في نوعيه الكتب كمان ومحتواها. الله ينور عليك، وهناك فرق في نوعيه الكتب ومستواها، بس احنا اللجنة العليا حطت معايير في ان علشان يبقى الامر سهل، حصرنا ده في اصدارات وزاره الثقافه وهيئاتها المختلفه، سواء الهيئه العامه للكتاب او اصول الثقافه او دار الكتب والوثائق او المركز القومي للثقافه الطفل، او الكتب اللي موجوده داخل مكتبات الهيئه العامه لاصول الثقافه ووزاره الثقافه في القاهره والاقاليم. يعني ممكن الطفل او الشاب او الشاب الصغير يروح للمكتبات وهي منتشره، مفيش موقع من المواقع للهيئه او هيئات وزاره الثقافه الا ما في مكتبه من المكتبات. هو المكتبه بتقام ويقام حواليها بعض الانشطه لفلسفه اقامه مواقع وزاره الثقافه المختلفه. اذا كل مكان في مكتبه الاطفال والشباب والشباب الصغير يقدر يروح هذه المكتبات ويبقى فرصه يتعرف على هذه المكتبات عن قرب. طب لو ما قدرش وهو في مكان بعيد، في حاجه اسمها الكالتشر جيت اللي هي بوابه وزاره الثقافه، يخش عليها هيلاقي الاف من الكتب موجوده ايضا يقدر يستعين بيها وينزلها ويقراها. وايضا المركز القومي للثقافه بالنسبه للسن الصغير منزل على صفحته اصدارات المركز القومي للثقافه عدد كبير من الكتب يقدر ايضا يقرا. طيب من المتوقع ان تكون جوائز المسابقه ايه؟ هي جوائز المسابقه بتبدا من 25,000 20 15 10 8 6 5 4 3 ده اللي هم ال 10 الاوائل، زائد 10 كمان نوعيه بهدايا نوعيه زي مكتبات للاطفال واشتراكات في الهيئه العامه لاصول الثقافه والمكتبات الاخرى. اذا هيبقى عندنا 20 جائزه في كل فئه من الفئات.
يعني في مثلا القراءه، يبقى انا عندي كده هيبقى موجود 60 فائز في كل فرع، في فرع القراءه، و60 فائز في فرع الرسم، و60 فائز ان شاء الله في التطبيقات الالكترونيه والرقمنه اللي هيتم الاعلان عنها قريبا باذن الله. يبقى اذا هيبقى عندي 180 طفل وشاب وشاب صغير من يعني نقدر نقول زبده اطفالنا وشبابنا وشبابنا الصغير في مصر كلها باذن الله. ان شاء الله. كل الشكر استاذ محمد ناصف نائب رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه، شكرا جزيلا لحضرتك. تكنولوجيا المعلومات هو القطاع الأكثر نموا في مصر بواقع 16% أو 17% سنويا. القطاع ده كمان ساهم في الناتج القومي واللي ارتفع إلى 5%، عشان كده القطاع ده قادر على التصدير. عندنا تفاصيل كتير خلينا نعرفها من الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا يا أستاذة منى والأستاذ شرف. صباح النور يا فندم. دكتور، بداية ليه قطاع التكنولوجيا المعلومات هو من أكثر القطاعات نموا في مصر؟ الحقيقة في طبعا أسباب كثيرة، ومن أهمها اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع، لأنه هذا القطاع هو محرك رئيسي للاقتصاد الكلي. يعني احنا النهاردة طورنا في مصر حاجتين، البنية التحتية والبنية التحتية الرقمية. البنية التحتية الرقمية هو العالم كله بيتكلم فيها. منذ أن أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي، حصل طفرة قوية جدا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كان أول حاجة أو أول محور أن استبدال جميع الكابلات النحاسية بالكابلات من الألياف الضوئية، وإطلاق القمر الصناعي طيبة واحد للاتصالات والإنترنت فائق السرعة عريض النطاق. وأول مرحلة دي أدت إلى زيادة سرعة الإنترنت من 5 ميجا بت بير سكند إلى 63 ميجا بت بير سكند، تضاعفت 13 ضعف. وهنا بدأنا فعلا بقى نحط مصر على الخريطة الرقمية، الناس تنظر لها. يعني النهاردة الشركات اللي جاية تستثمر، لو ما عنديش إنترنت سريع مش هيجيلي. اللي جاية استثمر في إنشاء مراكز معلومات أو 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 في مراكز التعهيد أو في مراكز الكول سنترز، اذا ما عنديش هذه الطفره في مجالات تكنولوجيا المعلومات مش هيجي. طيب تاني محور عملناه ايه؟ انا عايز اخلي مصر كلها رقميه طبقا لرؤيه مصر 2030 للتنميه المستدامه. فعملنا اعاده هندسه للاجراءات والخدمات الحكوميه، بدلا من انها تجرى بواسطه نماذج ورقيه وحولناها الى تطبيقات رقميه. ودي خدت جهد كبير جدا من الحكومه، وحاليا عندنا اكثر من 170 خدمه رقميه المواطن بيحصل عليها، سواء في السجل المدني او المرور او المحاكم او الشهر العقاري او التموين وغيرها. نعم. طب ده ادى الى ايه؟ ان النهارده بقى المواطن جزء من رفاهيته انه ما ينزلش يقف طوابير في اماكن، ياخد الخدمه من خلال تطبيقات موبايل او ياخد الخدمه من خلال اللابتوب او من اي وسيله رقميه، والاهم كمان بياخدها بسهوله ويسر و 24/7 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. وكمان هذا الاجراء ادى الى القضاء على الرشوه والفساد وتطبيق منظومه الحوكمه الرقميه. المحور الثالث وهو من يعتبر الاهم، ان مصر دخلت في منظومه التكنولوجيا الماليه الرقميه. بمعنى ايه؟ احنا قبل كده ما كانش عندنا مدفوعات رقميه كتير، كنا كلنا بنستعمل الكاش في المشتريات والمدفوعات الحكومية. النهاردة الحكومة المصرية تعاون ما بين وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك، عملوا أكثر من تطبيق وجهات للدفع الإلكتروني سواء حكومية أو بتعاون مع القطاع الخاص، لدرجة أن كل المدفوعات اللي احنا بنعملها النهاردة سواء عن طريق التجارة الإلكترونية أو المدفوعات للحكومة نظير خدمات أو نظير جمارك أو نظير ضرائب، كلها رقمية. السنة دي بس معالي وزير المالية أعلن أن تحصيلاته رقميا 2.5 تريليون جنيه. طيب إحنا حتى كأفراد كمصريين عاديين بقينا نشتري أونلاين النهاردة، حتى ولو من سوبر ماركت، حتى ولو من مطعم. طب واحد يقول لي ده سهل حياتنا في إيه؟ خلاص أنا ما بقيتش أحمل كاش. وإحنا عاوزين نوصل إلى مستوى أن إحنا مجتمع أقل اعتمادا على الكاش. دي نقطة مهمة جدا. طب أهم حاجة بقى ان احنا دخلنا في عصر التكنولوجيات الذكيه
اللي تملكها الدول العظمى. حضرتك فاكره يا استاذه منى واستاذ شاذلي ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي من شهر تقريبا افتتح اكبر مركز معلومات حوسبه سحابيه حكوميه في العاصمه الاداريه الجديده. اولا الكلاود كومبيوتنج او الحوسبه السحابيه دي ما لا تملكها الا الدول العظمى، لان اسعارها غاليه، تكلفتها عاليه، تشغيلها عايز مهندسين وفنيين على اعلى مستوى. اذا احنا بدانا ندخل بقى في عصر التكنولوجيات الذكيه اللي بتطبق فعلا تطبيقات الثوره الصناعيه الرابعه، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمه، انترنت الاشياء وغيرها. طب واحد يقول لي انا كمواطن بسيط هستفيد ايه؟ هقول له لا، انت هتستفيد. انت النهارده في ازمه كورونا دول كتيره حوالينا وقفت المدارس والتعليم، احنا كنا طورنا الانترنت، شغلنا الناس كلها اونلاين، سواء الناس الموظف كان بيشتغل اونلاين من بيته، الطالب كان بيشتغل اونلاين من بيته، حتى ولو في فترات انقطاع للانترنت، لكن بقى عندي انترنت يستوعب اكثر من 120 130 مواطن بيشتغل عليه. كل ده ادى في النهايه الى رفع مؤشرات مصر العالميه كتيره، احنا لما ارتفعنا في المدفوعات الرقميه بقى عندنا مؤشر الشمول المالي اكتر من 70%. احنا كنا صحيح يا دكتور، وده ساهم بشكل كبير جدا بحسب ما جاء في التقرير بارتفاع صادرات التكنولوجيا من 4 مليار دولار الى 6.2 مليار دولار. كل الشكر لحضرتك دكتور عبد الوهاب ونيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. ودلوقتي مشاهدينا هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم الانباء مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا لك. من الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. ينطلق اليوم مؤتمر استثمار المصري الأوروبي المشترك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين. يعقد المؤتمر على مدار يومي 29 و30 من يونيو الجاري تحت عنوان إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير، بحضور لفيف من المسؤولين الحكوميين رفيع المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي وممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسؤولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية. هذا ومن المقرر أن يشهد المؤتمر التوقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة، كما ستعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية. استشهد طفلان وأصيب 5 فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمنطقة اليرموك في مدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا في غارة شنها طيران الاحتلال على مخيم المغازي وسط القطاع غزة، ويأتي ذلك في وقت فتح فيه طيران الاحتلال نيران الرشاشات على خيام النازحين في منطقة الشق شاكوش وحل تل السلطان في رفح الفلسطينية. كشف مسؤولان أمريكيان أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسلت لإسرائيل عددا كبيرا من الذخائر بما في ذلك قنابل شديدة التدمير زنت 2000 رطل والآلاف من صواريخ هيلفاير منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. وأفادت وكالة رويترز الأنباء بأن المسؤولين أوضح أنه بين بداية الحرب في أكتوبر الماضي والأيام القليلة الماضية نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14,000 قنبلة MK وزنت 2000 رطل و 6500 قنبلة زنت 500 رطل و 3000 صاروخ هيلفاير سطح جو دقيق التوجيه و1000 قنبلة خارقة للتحصينات و2600 قنبلة صغيرة القطر تسقط جوا وذخائر أخرى. ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن 3 مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة اقترحت صياغة جديدة على أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس في مسعى لإبرام الاتفاق.
أعلن الجيش الأمريكي تدمير 7 طائرات مسيرة لقوة الحوثي ومحطة تحكم أرضية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم باليمن خلال الساعات 24 الماضية. ومن جانبها أعلنت قوة الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر. وقالت هيئة بحرية إنها نجت من 5 صواريخ. وأوضح المتحدث العسكري باسم قوة الحوثي يحيى سريع أنهم استهدفوا 3 سفن أخرى منها سفينتان في البحر المتوسط، مشيرا إلى إطلاق صواريخ باليستية على ناقلة نفط، والعملية أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر. ذكرت وسائل أعلام رسمية إيرانية أن مسلحين مجهولين هاجموا عربة تحمل صناديق انتخابية في إقليم سيستان بلوشستان بإيران وقتلوا 2 من أفراد قوة أمنية. هذا وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية تصدر سعيد جليلي النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية، يليه مسعود بازشكيان. وتتواصل عملية فرز الأصوات بانتخابات الرئاسة الإيرانية بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وانطلقت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 58,640 مركز اقتراع في جميع أنحاء إيران، ويتنافس 4 مرشحين في السباق الرئاسي هم مسعود بزشكان وسعيد جليلي ومحمد باقر ومصطفى بور محمدي، وذلك للفوز بمنصب الرئيس 9 لإيران. يتوجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تشهد تنافس الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني أمام 6 مرشحين. وكان الغزواني تعهد بتسريع الاستثمارات لتحقيق طفرة في السلع الأولية في الدولة. هذا ويبلغ عدد النازحين أو الناخبين المسجلين للتصويت نحو 2 مليون شخص، وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات فسوف تجرى جولة ثانية. ختام موجز 8 فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بكم من جديد في صباح الخير يا مصر. ازاي نستثمر فصل الصيف عشان نقدر نخسر وزننا؟ يا ترى فصل الصيف نقدر فعلا يبقى فيه الحرق اقوى واسرع للدهون في حاله ان احنا وزبنا على التمارين الرياضيه، ولا مش هيفرق معنا قوي؟ الدايت لوحده ممكن يكون كفايه ان احنا نقدر نوصل للوزن المثالي المنضبط، ولا التمارين والالعاب ممكن تكون حافز قوي وممكن تكون مؤثر في فصول الصيف او في شهور الصيف؟ احنا لما ما بنخسرش وزن لكن شكل الجسم بيتغير، ده بيفرق معانا ولا مش بيفرق معانا؟ طبعا بيفرق. طيب. أكيد بيفرق طبعا، بس هو احنا كنا دايما نقول انه فصل الشتاء ما بنقدرش ان احنا نخس فيه، وبنفضل ناكل، الشتاء بيأكل فبنفضل ناكل والجواكت بتداري، ده الكلام اللي دايما احنا بنقوله، لكن بيقولوا ان احنا في الصيف نقدر ان احنا بالفعل نخس، سواء من خلال بقى العادات بتاعه الصيف، من خلال الحركه الكتير، من خلال ارتفاع درجات الحراره. في تفاصيل كتير قوي هنعرفها دلوقتي من ضيفتنا في الاستوديو الكابتن دوريه نادر، مدربه الفتنس واللياقه البدنيه اللي منورانا. صباح الخير عليك يا كابتن. صباح الفل، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله حلو الحمد لله يا رب دايما. هل فعلا نقدر نخس في فصل الصيف اكتر من الشتاء؟ يعني ولا لو هنتكلم مش علاقة أصلاً بالفصول؟ بص، لو هنتكلم بشكل علمي قوي، الحرق في الشتاء طبعا بيبقى اعلى فعلا، وده الناس بتستغربه. ليه؟ لان درجه حراره جسم الانسان بتبقى 36 مثلا، 36.5. في الشتاء بيبقى الجو بارد، فالجسم بيبذل مجهود وبيبذل طاقه عشان يعرف يدفي نفسه زي ما بيقولوا. لكن في الصيف بنعرف نخس اكتر لاسباب كتير. بنحشي في الشتاء. بنعرف نخس اكتر لاسباب كتير، عشان احنا عندنا اليوم بيكون طويل، فبالتالي نقدر نمارس الرياضه ونقدر نظبط اكلنا اكتر. في الصيف الواحد برضو بيبقى مهتم قوي بمظهره اكتر من الشتاء، عشان البلاوي دي ما تبانش، فبيهتم قوي بالرياضه والتغذيه بتاعته. بس احنا في الصيف بنبقى مقبلين اكتر على ان احنا نشرب حاجات ساقعه، ناكل حاجات ساقعه، ايس كريم وغيرها، فده هو اللي اعتقد ممكن يزود الوزن زياده. بصي، هو في الشتاء بنبقى جعانين اكتر، في الصيف بنبقى اقل حتى لو الحرق هناك اعلى،
بس هنا اقل، بس نقدر نمارس الرياضه اللي زي ما انت قلتي ان طبعا بنزود سوائل اكتر، فبالتالي ما بنبقاش جعانين اكتر، فالمفروض نستغل الموضوع ده. بس الناس ما بتعملش كده للاسف. كلنا مش الناس، ده احنا مش الناس. طب هل ارتفاع درجات الحراره ليه تاثير؟ لا، الناس خالص. فاكره ان لما الجو يبقى حر قوي فالدهون مثلا كده هتسيح، او يعني انا هعرق وبتاع فخلاص الدهون نزلت. يعني احنا ممكن بنفقد ميه اكتر، فعشان كده دايما بننصح الناس ان في فتره الصيف لازم يزودوا نسبه الميه بتاعتهم عشان الميه اللي بيفقدوها. لكن انا مش بنزل دهون غير بنظام صحي، اكل يعني وبتمارين. لكن وانا قاعد كده مش، حتى لو بعرق كتير مش هفقد دهون، هفقد بس ميه. ايه الفيصل عندي، الميزان ولا البادي شيب او شكل الجسم؟ شكل الجسم طبعا. ايوه صح. لا طبعا شكل الجسم عندي هو الفيصل، لان في ناس بتخس ميه قوي وبتخس عضلات. وانا عايزه الناس هشبه لهم حاجه، نزول الميه ده جميل لكن العضلات هو اللي مش كويس. بالظبط. ولا انت مش موافقه اصلا على نزول الميه؟ مش حلو قوي ان احنا ننزل ميه قوي من جسمنا، احنا لازم نعوضها على طول. لكن اهم حاجه عندي ان انا ما انزلش عضلات كتير، لان انا اصلا شكل الدهون عندي، حتى لو انا فاكرين المثل بتاع زمان لما كانوا بيقولوا لنا ايه اكبر، كيلو قطن ولا كيلو حديد؟ أيوة. هو الموضوع زي الدهون والعضلات، انا كشكل الدهون عندي الكيلو كده والعضلات كيلو كده. طب خلينا نجاوب بس للناس، الكيلو قطن هو نفس الكيلو حديد، الاثنين هما الاثنين كيلو. ايوه بس يعني الفرق في الشكل. انت كنتش تعرف ايه ده؟ لا تهزر. كنت عارف طبعا بس مستغرب ان احنا لسه بنوضح يعني. لا ده كيلو ده كيلو. لا في ناس بتتلخبط فعلا. انا قصدي في الشكل، يعني الكيلو العضلات هيبقى كده وكيلو الدهون هيبقى كده. فانا لو خسيت 2 كيلو دهون هيبقى شكلهم فارق قوي، كاني خسيت مثلا 10 كيلو من جسمي. انت هتلاحظ الفرق. لكن الدهون لما بخس عضلات من جسمي كتير حتى بتحسي ان الناس فجاه وشها بقى باهت وداخل لجوه. عظام ظهرت وسيركلز بانت او هالات بانت. بالظبط، لانه فقد جزء كبير قوي قوي من العضلات في جسمه والميه، وده مش صح. لازم ننزل نزول صحي. ايه تاني من الاشارات اللي بتقول للشخص ان انت فقدت ميه او فقدت عضلات مش دهون؟ ايه الحاجات اللي ممكن تبان تاني على الجسم؟ الشيب بتاع الترهل، لو الجسم فيه ترهلات يبقى انا كده فقدت جزء كبير قوي من العضلات بتاعتي. يعني ممكن يكون فيه ترهلات مثلا في منطقه البطن، في زياده، وفي نفس الوقت الوش شاحب مثلا، مخطوف زي ما بنقول كده. بالظبط. هتلاقي حتى في كل الجسم، يعني هتلاقي مثلا حتى الدراعات بتاعته خست قوي قوي بس بترهل، مش خسانه عادي. ده بسبب ان هو فقد جزء كبير قوي من العضلات بتاعته. بحس دايما ان الجسم زي الكوبايه بيتملي من تحت لفوق، يعني بنبتدي دايما بمنطقه الارداف والجناب وبيخس من فوق، زي لما نيجي نفضيه كده بيخس من فوق لتحت برضو. لا. في اماكن بيبقى فيها تجمع الدهون اصعب. على حسب العادات بتاعتي. يعني الموضوع معتمد على العادات بتاعتي والعامل الوراثي كمان. لا انا العيله بتاعت تاريخ العيله بتاعتي شكل جسمه عامل ازاي، وبيعتمد كمان على انا بمارس رياضه ولا لا، كل ده بيفرق طبعا. بس لا، هي ربنا خلقنا الدهون عندنا والعضلات بتوزع بشكل منطقي وبشكل مظبوط ومتساوي في الجسم كله. ملهاش علاقه. نعم ملهاش علاقه طبعا. طيب خلينا نشوف بقى نظام الاكل، نعمل ايه في الاكل في الصيف؟ انا لو احنا عايزين نخسر دهون ولا بنتكلم على لايف ستايل عادي؟ لا عايزين نخسر دهون. عايزين نخسر دهون. احنا اهم حاجه عندنا ان احنا نبقى عارفين مصادر الطاقه بتاعتنا ايه في اليوم. انا محتاجه ان انا يبقى ازود البروتين بتاعي، الدهون تكون مصادر دهون صحية زي السمنة البلدي بتاعتنا، زيت زيتون، الكلام ده. بلاش الزيوت المهدرجة لأن فيها سعرات عالية قوي وهي كمان مضرة. حاضر. النشويات، إن أنا أخد نشويات معقدة، عشان نشويات معقدة يعني هتقعد في الجسم أكتر، فبالتالي هتحسسني بالشبع أكتر. النوم بتاعي من الحاجات برضو اللي محتاجة أنا أظبطها، يعني ما ينفعش أبقى بظبط أكلي قوي والرياضة ومبوظ النوم بتاعي، عشان الهرمونات لما بتتلخبط في الجسم بسبب النوم هتخزن عندي دهون. انا طبعا الكلام كان مؤثر فيكم قوي. ايه النظام الغذائي اللي اقدر اتبعه؟ ما اقدرش اقول نظام غذائي يناسب الناس كلها، لكن اقدر اقول ان كل واحد على حسب ظروفه، اللي يناسبك مش هيناسب غيرك. تمام. لكن انا عموما كل وجبه بتاعتي يكون فيها دهون ونشويات وبروتين. تمام. ولازم اخلي فاصل ما بين، عندي 3 اوبشن، يا اخلي فاصل ما بين، ده الناس اللي عايز تفقد وزن، يا اخلي فاصل ما بين الوجبات من 3 ل 5 ساعات،
الاوبشن الثاني ان انا اعمل نظام الصيام المتقطع، ده من اكتر الانظمه المفيده للناس. ان انا بصوم من 12 ل 16 ساعه في اليوم. والنظام الثالث الصيام العكسي. طب خلينا نربط الموضوع اكتر بكونك مدربه لللياقه. يعني انا دلوقتي لو رايح الجيم مثلا او هتمرن او المفروض اكل ايه قبلها، ما اكلش ايه بعدها، التفاصيل دي. هو انا بعتمد على السعرات الحراريه على مدار اليوم. لكن احنا دايما بنقول للناس ان احنا قبل التمرين ناخد حاجات فيها نشويات عشان تدينا طاقه، زي مثلا البطاطا، الموز، الكلام. دايما بقول لك خد موزه وقهوه لو تسمعوا الموضوع ده. اه طبعا. وبعد التمرين يفضل ان انا اخد بروتين. انا شفت مره كنت في النادي وشفت واحد بياكل طبق مكرونه كبير قوي قبل التمرين. انا استغربت بصراحه. ينفع؟ ممكن ده يحصل. اه بس لو هو محتاج نشويات اللي موجوده، لو ده ضمن السعرات بتاعته بتتحسب يعني؟ طبعا المفروض يعني. مش حد بيقعد يحسب سعرات الحراريه والحاجات دي، صح؟ لا هي سهله، الموضوع بسيط. ودلوقتي الابلكيشنز اللي بقت موجوده على الموبايل ممكن سهلت قوي الموضوع ده. طيب الكافيين علاقته ايه بقى في ايه؟ الكافيين والقهوه دايما يتقالك وانت رايح الجيم قبل الجيم خد قهوه وموزه. احنا عارفين الموزه عشان احنا عايزين بوتاسيوم علشان بتدينا طاقه، بتدينا بس طاقه وباور بس. عادي في ناس عندها حساسيه، انا واحده من الناس عندي حساسيه الكافيين، لو شربت قهوه يغمى عليا، فبالتالي مش هختار الاختيار ده. على حسب تعودك انت، يعني انت متعود على ايه تنفذه. طيب احنا لو بنقول ان احنا عايزين نفقد وزن من اماكن محدده، وفي ناس ممكن تبقى عايزه تزود وزن اماكن محدده بحيث ان الجسم يبقى شكله متناسق، تمارين ولا اكل؟ الاثنين. يعني البنات مثلا دايما بتهتم اكتر بزياده الجزء السفلي من جسمها، والولاد بالجزء العلوي، فهتلاقي ان الولاد بيتمرنوا الجزء العلوي اكتر والبنات العكس. الاكل بتاعي هو نظام السعرات بتاعتي. يعني ده انسب حاجه. التمارين احاول انا اتمرن كل عضله من مره لمرتين في الاسبوع، ده انسب حاجه. لو انا عايزه ازود الكتله العضليه واحاول ازود الوزن بتاعي، الاوزان بتاعتي، او ازودها بالتدريج كل مره في الجيم يعني. تمام. بعد التمرين دايما بنجوع والشهيه بتبقى مفتوحه، يعني الواحد بيدخل بتقله كده على الاكل. هاي. ده ممكن مزلوب. ياثر على ايه؟ على زياده الوزن او كده؟ ما على حسب. لو انا هاكل اكل بالظبط السعرات. لا بس لو انا هاكل سعرات، لان انا بعد التمرين بيبقى ضميري مستريح جدا ان انا عامل علاوي زياده. فلازم اكافئ نفسي واكافئ نفسي بمكافاه كويسه. في ناس بقى معتقده انا تعبانه وهفتانه. في ناس معتقده ان التمرين لوحده هو كفايه. يعني انا لو رحت اتمرنت ساعتين مثلا في اليوم او ساعه في اليوم، فخلاص انا كده عملت اللي عليا، فباكل براحتي، عشان كده مش بيلاقوا نتائج. لا صح ان انا الاكل مع الرياضه، واحاول اظبط على قد ما اقدر. يعني احنا مش بنضغط على الناس ان هي تمنع كل الاكل، لكن لو انا صلحت عاده واحده في اليوم هتفرق معايا. يمكن هو ده السائد دلوقتي. يعني زمان كنا بنشوف الدايتس بتبقى قائمه على منع النشويات، منع الدهون، منع الاكل كله مسلوق، وحاجه يعني كانت صعبه جدا. لكن دلوقتي كله متاح وبقى في بدائل كمان، يعني بقى يمكن اسلوب حياه اكتر من انه دايت، وبقاش الاهتمام ان احنا ننزل 3 و4 كيلو في الاسبوع. هم لو الثلاثة او الاربع كيلو دول في الشهر وثابتين وما رجعوش تاني، اعتقد ونزلهم هو ده صح كمان. الناس يعني نزلهم دهون بس مش نزلهم عضلات، ده كمان بيفرق في شكل الجسم قوي. هي الثقافه نفسها اتغيرت الحمد لله عندنا في مصر. يعني ثقافه التغذيه نفسها الناس بقت تخلي بالها. كمان وجود البدائل دايما للاكل، يعني دلوقتي كل حاجه ان هيلثي بقى ليها بديل صحي في المقابل. اي حاجه، حتى الشوكليت، حتى السناكس، التشيبس والحاجات دي كلها بقى ليها بدائل، فده سهل على ناس كتيره قوي. والناس بقى عندها ثقافه كمان ووعي الرياضه. فتلاقي دلوقتي حتى العائلات كلها ابتدت تدخل ولادها في الرياضه غير زمان، الموضوع ما كانش منتشر قوي كده. صحيح. طيب جزء مهم قوي ويمكن كلنا واخدين بالنا منه، يعني مساله زياده منطقه البطن. يعني مثلا بتلاقي الشاب جسمه متناسق ومفيش اي مشاكل، لكن عنده العوامه اللي بنقول عليها دي حوالين البطن، ازاي يقدر يتخلص منها؟ وبعدين بنشوف بعض الفيديوهات كده على الانترنت مثلا يقول لك لو عايز تتخلص من منطقه دهون البطن في تمرين ممكن لو عملته في البيت تتخلص منها في خلال 3 شهور. هل الكلام ده فعلا حقيقي؟ هي التمارين بتفرق. يعني بتفرق فعلا، بس هو الاساس كله طبعا الدايت بتاعي، خصوصا منطقه البطن والجناب. طب بيعمل دايت ليه لو كان جسمه متناسق؟ انا بعمل دايت عشان جسمي كله. انا ممكن ابقى رفيعه جدا وتحسي ان انا جسمي شكله صحي، لكن انا عندي دهون داخليه اسمها دهون حشويه جوه، مثلا تبقى على الكبد. الدهون دي مضره جدا جدا، فانا لازم المعيار عندي اشوف نسبه الدهون في جسمي عامله ازاي.
اتخلص من الجزء بتاع البطن عشان هو ده المشكله بتاعت الناس، هو الدايت والرياضه الاثنين مع بعض، ولازم استمر واصبر شويه، مش همشي على الموضوع اسبوعين واقول انا بطني ما نزلتش ليه. لازم اروح جيم ولا ممكن في البيت؟ لا طبعا ممكن في البيت عادي. طيب لما نيجي نقول كده مثال لاكل لمده 3 ايام يكون في مقدور اغلب الناس ويكون ما فيهوش حاجات باهظه تكاليفها كتيره، ومش عارفه بقى هنحتاج دي بقى حاجه هاي بروتين بس تكون ناخدها من النباتات ولا هنعمل ايه؟ احنا عندنا البروتين زي ما قلتي، عندنا بروتين نباتي وبروتين حيواني. لو انا ما عنديش امكانيه ماديه ان انا كل يوم اكل بروتين نباتي، ممكن مش هيبقى قوي قوي زي البروتين الحيواني بس على قد ما اقدر. ممكن اقلل نسبه البروتين بتاعتي في اليوم، يعني مثلا لو انا كنت باكل 200 جرام مثلا فراخ اخليها 100 جرام مفيش مشكله، لكن ما اقلش عن كده، يعني ما اقلش عن ان انا اضرب وزن جسمي في اقل حاجه اضرب وزن جسمي في واحد. لو انا جسمي 50 كيلو هضربه في واحد، يعني انا محتاج 50 جرام بس بروتين في اليوم، ده اقل نسبه. ما اقللش عن كده. طيب كابتن بيقولوا انه نط الحبل بيحرك كل عضلات الجسم، وتقدر لو انت مثلا بتقدر تنط الحبل في البيت تقدر انت تخس وتبني تعمل شكل جسمك، يعني هل ده صحيح؟ هو طبعا بيزود الحرق، لكن ما اقدرش اعممه لان ممكن ناس تسمع الكلام ده وتروح تنط الحبل وهي عندها مشكله في المفاصل، فما اقدرش انصحها بده، فدايما بختار الكارديو المناسب لصحتي. يعني لو هو مثلا راح لحد من بتوع العلاج الطبيعي وقال له انت تمام يقدر يعمل الكلام ده في البيت؟ يقدر طبعا ينط الحبل. يعني اقصد تاثير نط الحبل حتى لو في البيت واحنا قاعدين كده بنتسلى، عشان في ناس بتلاقي صعوبه في النزول للنوادي والجيم وكده. بالظبط ممكن اعمل تمارين كتيره قوي في البيت وانا موجوده، مش محتاجه عندي اي ادوات او اي حاجه، ممكن اعملها في البيت وهتجيب فعاليه زيها زي الجيم عادي. طيب طريقه التمرين هتختلف في الصيف عن في الشتاء؟ يعني التمارين المعينه اللي هعملها في الصيف بتختلف؟ لا نفس التمارين، لان هي نفس العضلات نفس الاكشن اللي بيحصل في العضله، يعني الاختلاف عندي على حسب الهدف اللي انا عايزاه، انا عايزه ازود ولا انزل في الوزن. الاجهاد الحراري مش بيأثر علينا؟ لا هو الفيصل في الاكل. طيب شرب المياه اثناء التمرين، دايما يقولوا خلي معاك ازازه مياه كده وانت بتتمرن. طبعا. التمرين مدته ما تزيدش عن ساعه، وخلال الساعه دي انت بتشرب مياه على فترات متقطعه خلال الساعه، يعني مهم جدا جدا نشرب ميه. احنا واحنا بنتمرن بنفقد املاح في جسمنا، فلازم على طول نعوضها املاح وسوائل، فمحتاجين على طول نعوضها بالميه. ممكن نحط كمان على الميه ليمون او ملح هيمالايا عشان اعوض بس الجسم اعوضه بالصوديوم اللي فقده. فكره ان احنا بندخل الكترولايتس زياده للجسم دي اللي ما عندوش ثقافة ان احنا ندخل الفقد ده ممكن يتسبب في حاجة للجسم؟ مش هتبقى مشكلة كبيرة قوي زي ما احنا متخيلين، الا بقى لو الموضوع انا هتمرن مثلا 5 ساعات ولا حاجة، انما مش وده مش اصلا ينفع ان احنا في ناس بتعمل كده، في ناس بلاقيهم في الجيم يعني هيباتوا، يعني فاكرين ان ده هيخسسه، يعني حتى لو كانت صحته تساعده او صحته كويسة لكنه مش صح. طبعا انا عندي العضلة محتاجة يحصل لها زي استشفاء، يعني وليها وقت معين عشان مصادر الطاقة في الجسم. أنا باجي أتمرن في مصادر طاقة بتتفرز في جسمي عشان تأهل العضلة أنها يحصل لها نمو، أنا كده ببوظ جسمي. طيب هل تمارين الكارديو مفعولها سريع في نزول الوزن؟ من خلال إيه؟ يعني في ناس بتيجي مثلا الجيم تلاقيها بتلعب بس كارديو اعتقادا منهم أن ده هيخسسهم أكتر أو هيزود الحرق، وده غلط. اكتر حاجه عندي بتزود الحرق هي ان تمارين المقاومه. ليه؟ لان انا لما الكتله العضليه عندي بتزيد والبروتين بتاع جسمي او العضلات بتاع جسمي بيزيد، ده هيعلي الحرق عندي اكتر وهيحرق دهون اكتر. فلا انا دايما بنصح الناس ان هي تتمرن تمارين المقاومه وبعدها بتتمرن الكارديو ربع ساعه في اخر التمرين. تمام. طيب بعد التمرين، وجبه بعد التمرين بيكون فيها ايه؟ بروتين، نشويات، ودهون صحيه. بطاطس محمره؟ لا مش معايا. لا انا عندي بس محمره بقى في الاير فراير، اوكي ما عنديش مشكله، لكن طيب. في الزيت كده لا. هي دي بقى البدائل اللي بنتكلم عليها؟ هي دي بقى البدائل، ده حقيقي وبتطلع لي نفس النتيجه بالظبط. طيب التمارين اللي بيمارسها كبار السن هي نفس التمارين اللي بيمارسها الشباب؟ على حسب هو بيتمرن بقاله قد ايه، وعلى حسب هو صحته موصلاه لغايه فين. ما ينفعش حد مثلا عنده 60 سنه اخليه يلعب تمارين اول مره زي واحد بيتمرن بقاله مثلا 5 6 سنين، مش هقدر. دايما بنحاول ان احنا يعني لو هو رياضي من الاساس مفيش مشكله، من الاساس مش هيبقى فيه مشكله.
دايما بنلعب في نطاق اللي تسمح بيه صحتنا والمفاصل بتاعتنا. تمام. دايما كبار السن بنديهم تمارين اكتر لتظبط البالانس بتاعهم، تظبط السترينث بتاعهم او القوه بتاعتهم اكتر من انا عايزه اضخم له والكلام ده هو مش محتاجه. صحيح، لكن انت بتنصح الناس ان هو يعني ساعه مده تمرين ساعه بالظبط من 40 ل 60 دقيقه. ده انسب حاجه. ساعه كتير والله مش بيعدوا صدقيني لما بتوزعوا على بصي على التسخين والاجهزه وكده بتتحرك بين الاجهزه بتقعد تريح ما بين الجهاز بضيع وقت ما بين الاجهزه. بصي اقول لك على حاجه، انا دايما بنصح الناس ان انا لو في يعني لو في مقدرتي ان انا اتمرن ربع ساعه بس احسن من ما فيش خالص. 10 دقايق وانا بتمشى في الشارع احسن من انا افضل قاعد. وده بقى منهجي في الحقيقه. ايوه معنى كده 10 دقايق دول احسن من ما فيش. احسن من ما فيش مظبوط ده حقيقي. والانتظام طبعا. اه طبعا الانتظام والاستمراريه هي اهم حاجه. لازم كل يوم؟ لا مش شرط كل يوم، مش صحي اصلا ان انا اتمرن كل يوم. الصح ان انا اتمرن 5 ايام اقصى حاجه واريح يومين، ممكن يعني اقصى حاجه لو انا شخص بروفيشنال قوي 6 ايام. او اتمرن يومين واريح يوم يعني احاول حتى الايام بالظبط اخلي فيصل اخلي فيصل ما عنديش مشكله عادي. وابقى عامله حسابي في ان الوقت اللي انا رايحه فيه الجيم او ايا كان وقت التمرين بكون واكل كويس، بكون نايم كويس عشان الاجهاد العضلي. طبعا. وبعدها كمان لازم ابقى واخده راحه ثانيه. راح سلبيه بعد الجيم. بعد الجيم طبعا لازم ارتاح، مش هينفع ابقى بتمرن ومظبط اكلي وانام مثلا 2 ساعة في اليوم او 3 ساعات، ده غلط جدا وخطر كمان. مين يخس اسرع لو الاثنين مشوا على نفس النظام سواء بالنسبه للغذاء او التمارين، الراجل ولا الست؟ الراجل عنده الحرق اعلى. الحمد لله. طبعا والله الراجل عنده الحرق اعلى فيقدر يستغل ده جدا. طيب بالتوفيق والله يا شاسه. مش محتاجه اروح. نبدا بقى. محتاجه اروح. كابتن دوريه نادر مدربه الفتنس واللياقه البدنيه نورتينا، شكرا لوجودك معانا. شكرا ليك. مشاهدينا دلوقتي هنروح نتابع مع حضراتكم اهم وابرز الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا ليك يا شاذلي، ودلوقتي فعلا جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. فريق الاهلي حقق الفوز على فاركو بنتيجه 2-1 في المباراه اللي جمعتهم امبارح على استاد القاهره في اطار منافسات الجوله 28 لبطوله الدوري المصري الممتاز، ورفع رصيده الى 48 نقطه في المركز الثاني بجدول الدوري، بينما توقف رصيد فاركو عند 25 نقطه في المركز ال 15 بجدول المسابقه. فريق البنك الاهلي فاز على المقاولون العرب بنتيجه 4-1 في المباراه اللي جمعتهم باستاد عثمان احمد عثمان ضمن لقاءات الجوله 28 من عمر الدوري المصري الممتاز، وارتفع رصيد فريق البنك الاهلي لنقطه 30 بجدول ترتيب بطوله الدوري المصري الممتاز محتلا المركز ال 14، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز 17 برصيد 19 نقطه. مجلس إدارة نادي الزمالك أصدر بيان رسمي بشأن خوض مباراة سيراميكا كليوباترا الجاية في بطولة الدوري المصري، وهتقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا النهاردة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري. اختتمت منافسات بطولة افريقيا البارالمبية لدراجات المضمار والطريق، واللي اقيمت في القاهرة في الفترة من 26 وحتى 28 يوليو الجاري، وده بمشاركة 55 لاعب يمثلون 6 دول وهي مصر وكينيا والمغرب وموريشيوس ونيجيريا والسنغال. وفازت مصر بالبطولة برصيد 37 ميدالية متنوعة في سباقات المضمار والطريق.
نادي جلاتا سراي التركي أعلن التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش بشكل نهائي من نادي تشيلسي الإنجليزي. نادي الغرافة القطري أعلن تعاقده مع المهاجم الإسباني خوسيلو لوتو قادما من ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. منتخب البرازيل حقق فوز كبير على منتخب باراغواي 4-1 في مباراة لجماعتهم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 15 يوليو المقبل. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد البرازيل للنقطة 4 فيما يتجمد رصيد باراغواي من النقاط متذيلا المجموعة الرابعة. منتخب كولومبيا فاز على منتخب كوستاريكا 3-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كوبا أمريكا ليحجز بطاقة التأهل للربع نهائي كأس المسابقة القارية التي تستضيفها الولايات المتحدة بعد ما ارتفع رصيد كولومبيا لست نقاط وتصدر ترتيب المجموعة الرابعة فيما تجمد رصيد كوستاريكا عند نقطة واحدة بالمركز الثالث. ودلوقتي كده خلصت جولتنا الرياضية، هنروح لفاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. طبعا كنا بنتكلم مع حضراتكم في بدايه الحلقه عن امتحانات الثانويه العامه، النهارده عندهم تاريخ وفيزياء على ما اعتقد. دلوقتي هنروح لبث مباشر مع زميلتنا جيرمين ابراهيم مراسله صباح الخير يا مصر عشان نتابع معاها اخر تطورات اجراء سير العمليه الامتحانيه امتحانات الثانويه العامه في مادتي الفيزياء والتاريخ. صباح الخير يا جيرمين. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا شاذلي، وصباح الخير يا منى، وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. احنا بنتابع معاكم من منطقه الدقي متابعتنا المستمره لامتحانات الثانويه العامه واللي فيها بيؤدي اكتر من 745 الف طالب وطالبه الامتحانات على مستوى الجمهوريه. الامتحانات هتستمر لحد يوم 20 يوليو القادم. زي ما قلت يا شاذلي، النهارده امتحانات التاريخ وال الفيزياء وهي ثالث أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع بعد امتحان اللغة العربية وامتحان اللغة الأجنبية. النهاردة هيخوض طلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة امتحان الفيزياء والشعبة الأدبية امتحان التاريخ. مدة كل امتحان 3 ساعات، هتبتدي من الساعة 9 لحد الساعة 12 والامتحانين هيكونوا بالتوازي، يعني امتحان الفيزياء والتاريخ الاثنين هيكونوا من الساعة 9 لحد الساعة 12. عدد الأسئلة في كل امتحان تقريبا 46 سؤال، منها 15 سؤال أو 15% من الأسئلة هتكون مقالية و85% من الأسئلة هتكون اختيارية، وده زي ما أكدت وزارة التربية والتعليم. الدرجات بتتوزع ما بين درجتين أو درجة على كل سؤال. كمان الوزارة أكدت وفي رسالة لطمأنة لكل الطلاب ان الامتحانات هتكون واضحه ومفهومه، وفكره مفهوم ان الفيزياء هي بعبع الثانويه العامه دي فكره ما بقتش موجوده، وانه تقريبا 70% من الاسئله هتكون في مستوى الطالب البسيط والمتوسط و30% هتكون في مستوى الطالب المتميز، وكل الاسئله هتكون طبعا من بنك الاسئله. واكدت كمان الوزاره ان تصحيح الاسئله الالكترونيه هيكون او تصحيح الاسئله الخاصة بالاختيار من متعدد هيكون إلكترونيا، أما الأسئلة المقالية هتكون عن طريق 2 معلمين هيضعوا الدرجة، وفي حال الاختلاف في الدرجة المحددة أو الموضوعة للإجابة هيتم الفصل عن طريق معلم ثالث. وطبعا ده في رسائل لطمأنة كل الطلاب وكمان أولياء الأمور، لأن طبعا المشهد اللي احنا بنشوفه قبل كل امتحان واللي احنا شفناه النهاردة من الساعة 8 مشاهد للترقب والتوتر والأمل ومحاولة أولياء الأمور إن هم يطمنوا أولادهم قبل دخول اللجنة. طبعا بدأوا يدخلوا الطلاب اللجنة من الساعة 8:30 صباحا، لكن الدخول للجنة الفرعية هيكون من الساعة 9:50 عشان يكونوا عندهم وقت كافي إن هم يملوا البيانات الخاصة بيهم على الورقة الخاصة بالإجابة. الحقيقة كمان إنه الوزارة يعني
أطلقت عدد من التعليمات للطلاب علشان الامتحان يكون في سهولة ويسر ويقدروا هم يقدوه من غير أي مشاكل، منها طبعا عدم اصطحاب أي هواتف محمولة، عدم القيام بأي أعمال شغب ممكن تؤثر بشكل سلبي على باقي الطلاب، إن هم كمان يقوموا بملي البيانات في الجزء المخصص فيه. في الإطار ده أكدت الوزارة إنه لازم الطالب يتأكد إن هو قام بكتابة البيانات بشكل صحيح، وإن اسم المدرسة يضع فيها اسم مدرسته ومش اسم المدرسة اللي بيمتحن فيها، لأنه في بعض الأحيان بيكون الطالب يمتحن في مدرسة غير مدرسته الأساسية. كمان إن هو ما يقومش بكتابة أي بيانات تشير على هويته أو شخصيته في غير المكان المحدد لكتابة البيانات الخاصة. كمان في الأسئلة الاختيار من متعدد أنه يقوم بالتضليل على إجابة واحدة فقط علشان ما يتحرمش من درجة السؤال. وطبعا في رسالة واضحة لدعم المساواة بين كل الطلاب حذرت الوزارة من أي محاولات للغش أو تسريب الامتحانات، لأنه بيبقى فيه علامات فنية في الورقة بتكشف هوية الطالب في حال محاولته للقيام بتسريب الامتحان، وطبعا ده هيعرضه لعقوبة قد تصل للحرمان من أداء امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين. بما أننا في محافظة الجيزة، فكمان المحافظة كان ليها استعدادات خاصة لأداء الامتحانات. بنتكلم أن 87 ألف طالب وطالبة بيؤدوا الامتحانات في محافظة الجيزة، وتم التنسيق بين المحافظة ومختلف مسؤول الإدارات التعليمية ورؤساء الأحياء أن هم يقوموا بتحضير اللجان لأداء الامتحانات وتحضير محيط اللجان، إزالة أي إشغالات لتسهيل وصول الطلاب للجنة الخاصة بيهم، كمان إزالة أي مصادر للضوضاء قد تؤثر على أداء الطالب للامتحان. وكمان في غرفة عمليات مشكلة بين مختلف الأطراف سواء من المحافظة أو أيضا من وزارة التربية والتعليم للتعامل مع أي طارئ. وبنتمنى أكيد التوفيق لكل الطلاب في امتحانات الثانوية العامة. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو. كل التوفيق اليوم طبعا، واهم حاجه زي ما كنا بنتكلم في البدايه يا ريت بلاش توتر. طبعا بنشكر جزيل الشكر جيرمين على كل هذه التفاصيل. يا ريت بس يكون في هدوء، لانه انت خلاص عملت اللي عليك واللي فات فات او ما عملتش اللي حصل خلاص، مفيش مجال ان انت تعمل حاجه تانية دلوقتي. صح. ممكن تكون مذاكر كمان، لكن التوتر الزايد والقلق الزايد هو اللي يخليك مرتبك في الامتحان ما تعرفش تحل. فاهم حاجه الهدوء، ثم الهدوء، ثم الهدوء والتركيز كمان. ربنا يوفقكم ان شاء الله كلكم، كل طلبه الثانويه العامه السنه دي ان شاء الله. خلينا نتحول بقى لموضوع تاني، ان في دراسه جديده بتقول انت لو عايش جنب المطارات ممكن تتعرض لخطر الاصابه بامراض متعدده زي مثلا ارتفاع ضغط الدم او السكر او الخرف. هل فعلا الكلام ده مظبوط؟ هل فعلا الدراسه دي مستنده لحقائق ومعايير علميه ولا لا؟ التوضيح ده هنعرفه من الدكتور عبد اللطيف المر، استاذ الصحه العامه بجامعه الزقازيق اللي منورنا. صباح الخير عليك يا دكتور. يا صباح الفل يا تاجلي، انت ومنا اخباركم ايه؟ الحمد لله بخير والله. اخبار حضرتك ايه؟ منورنا. طب خليني بس اعقب تعقيب على الكلام الجميل بتاع الثانويه العامه الاول قبل ما ندخل في الموضوع الطبي. دي مشوية نصائح كده. في الحقيقه انا انت قلت نصائح جميله جدا، لكن بختلف اختلاف بسيط. ومن وانتم بتقولوا الشاذ دي ومنا بيقولوا خلاص اللي ذاكر ذاكر وهنعمل ايه تاني؟ لا، تخيل ان في دراسات علميه بتقول ان تصرف الطالب صبيحة يوم الامتحان وخلال اللجنة قد يؤثر إلى على درجته من 20 إلى 30%. تخيل إن النهاردة الصبح دلوقتي وأنا بكلمكم إذا كان فطر ولا ما فطرش، دخل اللجنة وهو متوتر ولا لأ. يعني ده نفس اللي احنا قلناه برضه دكتور، ما بعدناش كتير عن الدراسة. في ايده حاجات، حتى اول ما يقرا الاسئله ويقراها بيقرا شويه قران خفيفه في دقيقه كده، ويقرا كل الاسئله ويختار الاسئله اللي هو عارفها كويس يبدا بيها، والسؤال اللي حله يعلم عليه، واهم من كده السؤال اللي ما حلوش يعلم عليه مرتين ثلاثه، لان اولادنا كتير بينسوا بعض الاسئله وبتبقى نقطه خطيره. وكمان بنصحهم جميعا لازم يسيب وقت للمراجعه، يعني ما يضيعش الوقت كله في، لازم يقدر من اولها وقت المراجعه. ارجع بقى لسؤالك المهم جدا في الموضوع البيئي والصحي الخطير. استاذ شادي، فعلا الدراسه اللي حضراتكم قلتوها دراسه صحيحه،
لانه في مخاوف بيئيه من السكن بجوار المطارات، وفي مخاوف بيئيه من السكن بجوار الطرق السريعه، ومعروفه في العالم كله ومعروفه للاستشاريين والاطباء بتوع الصحه العامه. وكمان في خطوات نقدر نعملها بتقلل من هذه المخاطر. لو جينا الاول نتكلم مثلا عن المخاوف البيئيه، يعني كلنا هنعرف ان اهم حاجه او اخطر حاجه صحيه تدور الهواء او نسب ثاني اكسيد الكربون او الانبعاثات اللي بتطلع من العوادم. ايوه العوادم، سواء من الطيارات او من السيارات على الطرق السريعه، ده هو اكتر حاجه بتاثر على طبقه الاوزون زي ما احنا عارفين. يبقى جوده الهواء، كمان الضوضاء بتزيد جدا وبنسبه عكسيه، بنسبه طرديه مع بعد المسافه ما بين مدرج المطار، وتقريبا بينصح المفروض ما تقلش عن 2 كيلو بين المدرج بتاع المدرج نفسه بتاع المطار. واعتقد دي حاجه امنيه، وبالتالي هتلاقي كل مطارات العالم واخده بالها من بعد المدرج، لكن ومع هذا لو قرب المدرج عن 2 كيلو تقريبا بتبقى له تلوث ضوضائي. في الشوارع بقى، من الشوارع الرئيسيه العمليه اخطر كتير، لانه المطار يعني مهما شفت عدد الطيارات اللي رايحه واللي جايه او انت ماشي جنب المطار هتلاقي دايما السكن بعيد شويه عن المطار. بنمشي في شوارع لحد ما توصل اصلا لمدرج المطار، ففي شوارع أيوة جوه المطار. ايوه، انما تيجي بقى على السكن، السكن بجوار الطرق الرئيسيه لا، اللي فيه كتير جدا، لانه المفروض ما تقلش المسافه اطلاقا عن 50 متر، ويستحسن تبقى 150 متر. يعني المسافه اللي ده الناس بتفرح ان بيتها على طريق يا دكتور. نعم، الناس بتفرح ان بيتها على طريق. انا مش انا كنت لسه هقول يا شاذلي صراحه، هقول الكلام ده عكسي، ما انا شخصيا لما بروح ادور بدور على اللي قاعد على الطريق الرئيسي واقول هيزيد، فانا ماليش دعوه، لكن صحيا بيتعارض الكلام ده. المفروض على الاقل من 50 الى 100 متر. هو دايما الناس اللي بتفهم في الصحه او اللي بيهمهم الصحه يقول لك ما تاخدش الاولانيه او الثانيه مباشره، خد الثالثه يا اخي، مش لازم اللي مباشره على، وانت عارف الكلاكسات في مصر حاجات جميله جدا، وانت عارف الضوضاء في مصر في الشوارع الرئيسيه، يبقى ناخد الثانيه او الثالثه على الشارع الرئيسي، لانه المفروض المسافه فيه. بالمناسبه المدن الجديده هايله، يعني المدن الجديده تخطيط. حتى تعرف كده يقول لك شارع التسعين، شارع السبعين، شارع المية، فالمدن الجديده فعلا بتبقى تلاقي في يعني شويه مسافه وفي طرق امان اللي هو بيسموه البطيء ده ما بين السكن وبين الحياه الرئيسيه، وبالتالي ده التلوث بتاع الضوضاء، التلوث بتاع البيئه. الاكثر حاجه بقى الجهاز التنفسي زي ما احنا عارفين، ما دام قلنا ثاني اكسيد الكربون والانبعاثات، وبالتالي الربو واللي عندهم حساسيه، دي حاجات مهمه جدا، وقد كمان يكون امراض القلب برضه ليها ارتفاع مع تلوث العادم الطبيعي. والصحه العقليه، الناس الكبيره في السن والاطفال قد ما يتاثروا اكثر من اللازم بالاصابه بالامراض، يعني مش عايز اقول العقليه او التوتر والقلب والاكتئاب كده يعني. طيب. انما في دراسه بتقول ان في تاثيرات على الانجاب نفسه، وفي دراسه بتقول نمو الاطفال نفسه، اذا عايز اقول في مشاكل، في مشاكل. في دراسه كبيره جدا في بريتش كولومبيا، يمكن هي اللي انتم بتستندوا اليها، قالت المسافه الامنه ما بين في الطرق السريعه من 50 ل 150 متر، وقالت انه الاصابه بالشرف او الامراض او المخاطر دي يعني تقريبا 14% زياده لو انت حضرتك ساكن مباشره على الطريق السريع. طيب هنعمل ايه؟ هل ده يعني خطر لا يمكن التعايش معاه؟ لا لا يمكن التعايش معاه، لانه في حاجات كتير جدا اخواتنا المهندسين الشاطرين بيقدروا يعملوها، بيقدر ياخد يزود معامل الامان، بيقدر يزود الازاز نفسه، في ازاز اسمه زي ما انتم عارفين في دبل جليز، في ازاز مضاعف، في طرق بتمنع في التهويه بتبقى تهويه نظيفه، في زي ما بقول لكم الازاز المضاعف ده بيخش الضوضاء والفنتليشن والتهويه، في المهندسين عندهم طرق بتخلي التهويه اسرع شويه. وانت كل ما تطلع حضرتك بره، يعني لو انت عايش حضرتك اللي هي العيشه الصحيه، يعني لازم تطلع في اليوم تتمشى عند الجناين ولا حاجه 45 دقيقه، يعني تقلل من اللي هو التعرض المباشر. وطبعا الساده في التخطيط نفسه، ده من اهم الحاجات، ان التخطيط نفسه الحضري يكون مراعي المسافات بين السكن وبين الطرق الرئيسيه، وزي ما بقول اعتقد ده مراعى جدا في
المدن الجديده. فزي ما بقول نعمل ايه واحنا بنختار موقع السكن، لو انت يهمك الصحه او لو انت من المعرض للمخاطر لا ما تاخدش على السكن المباشر الرئيسي. لو انت تقدر تعمل حاجز مصطنع، يعني حاجز بالشجر، تعمل شجر بينك وبين الشوارع تبقى جميله جدا. الاشجار والشجرات اللي بين الناس وبين طبعا ده مهم جدا يا دكتور، حفاظا على الصحه العامه من العوادم اللي بتنتج سواء من السيارات او من الطائرات بحسب الدراسه. شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف المر استاذ الصحه العامه. ودلوقتي مشاهدينا الساعه 9 ميعادنا مع موجز لاهم الانباء مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا لك من التاسعة صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. ينطلق اليوم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين. يعقد المؤتمر تحت عنوان إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير، بحضور مسؤولين حكوميين من مصر ودول الاتحاد الأوروبي وممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسؤولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية. هذا ومن المقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة، كما ستعقد لقاءات ثنائية بين الشركات أو الشركات المصرية والأوروبية. استشهد طفلان وأصيب 5 فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمنطقة اليرموك في مدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا في غارة شنها طيران الاحتلال على مخيم المغاذي وسط قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت فتح فيه طيران الاحتلال نيران الرشاشات على خيام النازحين في منطقة الشاكوش وحي تل السلطان في رفح الفلسطينية. كشف مسؤولان أمريكيان أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسلت لإسرائيل عددا كبيرا من الذخائر، بما في ذلك قنابل شديدة التدمير والآلاف من صواريخ هيلفاير منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. وأفادت وكالة رويترز الأنباء بأن المسؤولين أوضح أن الولايات المتحدة نقلت ما لا يقل عن 14,000 قنبلة MK84 زنة 2000 رطل و 6500 قنبلة زنة 500 رطل و 3000 صاروخ الفاير سطح جو دقيق التوجيه و 1000 قنبلة خارقة للتحصينات و 2600 قنبلة صغيرة القطر تسقط جوا وذخائر أخرى. ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن 3 مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة اقترحت صياغة جديدة على أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس في مسعى لإبرام الاتفاق. تقدمت إسبانيا بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وذكرت الخارجية الإسبانية أنها تدخلت في القضية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948 وباللجوء للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة. وأكدت أنها تهدف أيضا إلى المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين. أعلن الجيش الأمريكي تدمير 7 طائرات مسيرة لقوات الحوثي ومحطة تحكم أرضية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم باليمن خلال الساعات 24 الماضية. ومن جانبها أعلنت قوات الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر. قالت هيئة بحرية أنها نجت من 5 صواريخ. وأوضح المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي يحيى سريع أنهم استهدفوا 3 سفن أخرى منها سفينتان في البحر المتوسط، مشيرا إلى إطلاق صواريخ باليستية على ناقلة نفط وأن العملية أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر.
أعلنت الداخلية الإيرانية تقدم المرشح الرئاسي مسعود بزشكيان على سعيد جليلي في انتخابات الرئاسة بعد فرز أكثر من 14 مليون صوت. وتتواصل عملية فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أجريت أمس في 58,640 مركز اقتراع في جميع أنحاء إيران. ويتنافس أربعة مرشحين في السباق الرئاسي، هم مسعود بزشكيان وسعيد جليلي ومحمد باقر ومصطفى بورمحمدي للفوز بمنصب الرئيس التاسع لإيران. دعت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رئيس جو بايدن إلى الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض وذات مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن رفض ترشح بايدن لإعادة انتخابه يأتي بعد إخفاقه في المناظرة التي عقدها مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، مشيرة في الوقت ذاته إلى نجاح بايدن خلال فترة قيادته للبلاد في حل سلسلة من التحديات طويلة الأمد. يتوجه الميريتانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم لإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تشهد تنافس الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني أمام ستة مرشحين. وكان الغزواني تعهد بتسريع الاستثمارات لتحقيق طفرة في السلع الأولية في الدولة، هذا ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو 2 مليون شخص. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات فسوف تجرى جولة ثانية. ختام موجز التاسعة فاصل، ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم. ما فيش شك ان الفتره الاخيره بقى فيها اهتمام كبير من المبدعين الشباب خصوصا في مجال الشعر، بقينا بنشوف اسماء لامعه ودواوين كتير وتجارب شعريه متميزه، والناس بتبقى مقبله جدا انها تشوفها وتتعرض ليها. طبعا من ابرزهم التجربه المتميزه جدا لشاعرنا الشاب سالم الشيباني اللي عنده اكتر من 11 ديوان متنوع. مؤخرا فاجئنا كده بديوان جديد اسمه الاخ صوره طبق الاصل من الغربه. طبعا هو منورنا دلوقتي في استوديو صباح الخير يا مصر الاستاذ سالم الشيباني، ضيف عزيز في البرنامج. صباح الخير عليك يا استاذ سالم. صباح النور عليكم وعلى برنامج صباح الخير يا مصر. البرنامج ليه ذكريات كبيره وحلوه قوي معانا. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا طبعا. وخلينا نبدا من اخر الدواوين، الديوان اللي كنت بتكلم عنه الاخ صوره طبق الاصل من الغربه، عايزين نفهم اكتر وتكلمنا عنه بشيء من التفصيل. الاول فكره الاخ يعني هي فكرة راسخة داخل الموروث المصري بشكل كبير جدا، تمام، وداخل التراث الإنساني بشكل كبير جدا من عند أبيل وهابيل، تمام. فكرة إن ممكن يبقوا أخين بس على طريقين مختلفين، أخين ممكن يبقى قاتل ومقتول، أخين طول الوقت هو 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 المنطقة دي من الغربة، إن ممكن يبقى عندك أخ في بي بي بيمثل هذه المساحة من الغربة، ممكن يبقى شبهك في كل حاجة لكن هو بيمثل المساحة دي من الغربة. أنا شفت إنه إنه الأخ ممكن يبقى صورة طبق الأصل بس من الغربة، زي ما حصل أخوة مزيفة؟ زي ما حصل في مجتمعنا يعني فترة ما كان في الشد والجذب ما بين التيار والآخر، وده بيكفر ده وده بيكفر ده، واحنا في الاخر كلنا تحت مسمى وطن اسمه مصر، مختلفين فيه، ممكن نبقى اخوات مختلفين. ففكره التكفير وفكره ان ده بيكفر ده او ده عشان اختلف معاك فبقى عدوك، ممكن تحصل دي ما بين الاخوات. ودي كانت فتره في مصر هنا حصل الانقسام الكبير جدا داخل كل البيوت. اعتمدت عليها الفتره دي في الديوان؟ الفتره دي لان هو الديوان كله عباره عن قصيده واحده، يعني اتكلمت فيها عن الاخ من المنطق الموروثي ده، وعن الاخ بالمنطق السياسي يعني بالمنطق القضايا اللي اتطرحت يعني. فكره القصيده الواحده في ديوان على بعضها كده، الديوان كله عباره عن قصيده واحده،
مش حاجة متعودين عليها ومش حاجة درجة. ده حقيقي. أنا كان عندي تجربة اسمها سيرة الورد. أنا أصولي من قبيلة اسمها الحويطات من جنوب سيناء، من البدو يعني. فكان عندي ديوان اسمه سيرة الورد، كان قصيدة واحدة برضو، هو الديوان اللي كان فاز بجائزة الدولة التشجيعية 2016. فهي بتعتمد على النفس يعني على انك عندك قدرة على الاسترسال كمان. يعني افكر حضرتك وافكر حضرتك يعني بان احنا عندنا شاعر الربابة ده اللي كان بيقعد يقول طبعا سيرة ابو زيد يعني تمام. فهو شاعر العامية في مصر كده، اما شاعر بيقدر يحصل عنده تداعي ويحصل عنده حكي داخل القصيده، اما شعر بيعيد يعني تشكيل العالم زي ما بيقولوا. طيب زي ما كنت بتتكلم عن اصولك، دايما البيئه البدويه هي ملهمه لكل الوان وانواع الشعر. طبعا. حزن، رثاء، اي نوع من انواع الشعر هي ملهمه ليها هذه البيئه. ازاي اثرت في شخصيتك الشعريه؟ ده سؤال انا بحبه وسؤال جميل جدا. تمام. اولا احنا البدو عندهم الشعر حاضر في كل حاجه. طبعا. حاضر في قطع الحق. يعني ايه قطع الحق؟ اللي هي قاعده اللي هم بيقولوا عليه حق عرب، القاعده العرفيه. بيقول لك هنعمل حق عرب. تمام. فده حاضر، الناس بتكلم بعض في قضاياها بالشعر، فيقول له مثلا عايز يقول له ما تخشش البيت ده. فيقول له بيت كتير ورده خف فلجه دمعنا. يعني بيت كتر ورده كتر من يوردوه أو كتر وردو ورده وزهره البنات اللي فيه، خف الأدم عنه بحيث ان انت ما تتحركش عشان ما تكسبش حد، ما تحركش حد، عندهم بنات زي ما بيقول. او كتر من يوردوه فخف الأدم عنه. كانوا بيحلوا قضاياهم في اعداد قطع الحق بالشعر. عندنا السامر، وعند السامر ده اللي بيتعمل الغنى اللي بيبقى يعني بيتعمل في اوقات الافراح وليه طريقه معينه. عندنا حاجه اسمها الدحيه، يعني ده حيوه، يعني حيوه اللي جاي علينا ده. وكان كله بيبقى يا شاذلي يعني بيبقى ارتجال مش حاجه معده، بس بتقولوه بالعربي العامي الدارج ولا باللهجه البدويه؟ باللهجه البدويه. ولو اتخرفت بها الحين يعني ممكن الجمهور ما يعني دلائل. لا نقولها في جمهور من البدو، في جمهور من البدو قاعد بيتفرج علينا دلوقتي. طبعا نديهم التحيه. احنا باللهجه البدويه مثلا يقول ايه، هو وحد بيغازل حد، بيغازل اللي بترقص على السمر دي، فبيقول لها ايه؟ بيقول لها بس اول ما ابتديت هتتكلم باللهجه البدويه اتحمست انت ازاي وابتديت. بيقول لها وانا جيت اسرب جنات الود سدوها وكحيل تلعين من يمي حجازوها. فابن عمها بيقول له قل لي على عمتك، قل لي على شيخك. قال يا راجل بلا مشيخه والعمده قريب عندها دفاتر قديمه حافظه الطيب. فطول الوقت كان الشعر حاضر في كل احتفالاتهم، وحتى في اللحظات الصعبه، اللحظات اللي فيها موت او فيها حاجه، كان بيبقى الشعر برضه الرثاء حاضر في كل حاجه يعني. فلذلك طبعا البيئه، طلعت لقيت والدي بيرتجل في السامر، وطلعت لقيت والدتي بتغني الاغاني البدويه، فتعلمت طبعا الشعر يعني كل حاجه بكل تفصيله في البيئه دي. وده طيب. سؤال، عشان كده بقول لك ده سؤال، لان فعلا شاورت على 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 اكبر مخزون الواحد ممكن يكون جه من مين تاني ساعدك؟ طيب بص، انا محظوظ يعني. ربنا يعني محبب فيا خلقه يعني زي ما بيقولوا كده. انت تستاهل كل خير والله. الحمد لله والشكر لله. يعني على طول الرحله دي ربنا كرمني جدا، سافرت دول كنت بشوفها في الصور بسبب الشعر. انا لسانس حقوق جامعه القاهره دفعه 2004. الشعر كان الجسر اللي عبرت من خلاله لكل اللي بحبهم ونفسي اقول لهم بحبكم. لوالدي اللي افتقدته في فتره وانا شاب 17 سنه، فكنت عايز اقول له بحبك، فعرفت اقول له بحبك من الشعر. لوالدتي الست البدويه اللي عندها فطره سليمه وتمتلك يعني معجم معاني بكر، تمام، عايز اقول لها انت عظيمه. كان الشعر هو الجسر بالنسبه لي. ف يعني طبعا الشعراء الكبار يعني
احمد فؤاد نجم الله يرحمه قدمني، ودي عشان كده بقول لك انا في اول رايح احضر حفله وقاعد في وسط الجمهور، وانا كنت يعني قابلته مره او كده وسلمت عليه واحنا داخلين، وانا مش ضيف في الايه، مش من ضمن اللي هيقولوا شعر مفهوم. في مش متحدثين، مش هتطلع تتكلم يعني، انت ضيف حاضر فقط. اه فادوا اسامي شعراء، فقال لهم لا خلوا دول دلوقتي، انا عايز اقدم لكم واد بدوي كده جميل. وراح بص، انت مش مجهز نفسك ولا اي حاجه. انا قاعد في الجمهور، فقال له قال لي تعالى يا ده بدوي قول شعر، يعني هو حتى مش فاكر اسمه. تمام. عم سيد حجاب الله يرحمه، طبعا احنا عملنا مع بعض كذا امسيه في معرض الكتاب، وهو اول حد بلغني بجائزه الدوله التشجيعيه، وكان من الناس اللي ساعدوني كتير جدا يعني. يعني ناس كتير جدا، ناس كتيره، بس مش عايز انسى حد طبعا. اسرتي الاول، وبعد كده يعني كتير من الشعراء طبعا كانوا مهمين بالنسبه لك وساعدوك. واعلاميين كبار جدا يعني. انا كنت بقول لك قبل الحلقه انه برنامج صباح الخير يا مصر ده كان وشه حلو عليه. انا جيت في 2009 كان هنا محمد موافي ورهام طبعا اساتذه كبار طبعا، وعملت معاهم اللقاء. طلعت من اللقاء كنت انا لسه راجع من السعوديه، كنت في مؤتمر الاخاء الشبابي في الفتره دي ما بين مصر والسعوديه. رجعت وانا زي ما بقول لك لسان صحوق، مسكت قصر ثقافه عين حلوان كمدير لقصر ثقافه عين حلوان من بعد اللقاء يعني. يعني طول الوقت الحمد لله زي ما بقول لك. ربنا ربنا يحب فيك خلقه. طيب احنا الاخ صوره طبق الاصل من الغربه، ما سمعناش منه حاجه. طيب احنا عندنا وقت قد ايه؟ طبعا معاك الوقت، اتفضل. اصل الحاجات طويله قوي يعني خد لنا دقيقتين كده. ماشي. ازاي هواجه ربي وايديا متلطخه بدمك؟ ازاي هجاوب عن غيابك والسؤال لو تسأله أمك؟ إزاي وإيدي بتحضنك وسط الفرح؟ إزاي سمحت الخنجري يضمك؟ يا صاحبي وابن أبويا وأمي، وصرختي وقت الألم ودمعتي وقهري، أنا كنت ظهرك في الرصاص وكنت ظهري. مين اللي فرق في الطريق والحلم واللمة؟ مين اللي قالك إن كافر أقنعك تقتل بإيدك غنوتك؟ أنا لسه فاكر فرحتك وإيديك بتحضني وأنا طفل حافظ جزء عامة. أنا لسه فاكر يا صديق، أنا لسه فاكر لعبنا والجري في الحارة والزينة والأنوار واللمة ساعة الفطار شايلين صجان الكعك والضحكة سيالة. أنا لسه فاكر يا صديق أول رسالة البنت كتبتها، أول شعور في القلب دب، وإيديك بتعدل في قميصي وتبتسم وتقولي حب حب. مين اللي علم قلبنا الكره مين؟ مين اللي فرق في الوشوش والاسم مين؟ مين اللي خلى موتي همك؟ أحلف برب الكون يا أخويا لأن بسطت إيديك بموتي يحرم علي دمك. لله دري، لله دري يا ابن أمي وقلبها المفطور، عكاز أبويا وظهره في الشدة، ودي حرب بين الظلام والنور، مش حرب بين الإيمان والردة. أبو بكر واقف والصحابة طيور، باللين هنوصل غاية الشدة، الفرق شاسع يا صديق، وانظر بين إيد بتحرق وإيد بتزرع وردة. قال الرسول لأسامة بيعاتبه: أشققت قلبه يا أسامة، أشققت قلبه. إزاي تواجه ربنا يوم القيامة إن جت شهادته بلا إله إلا هو ترميك بذنبه؟ الأرض أمه وحضنها لابد هيسعنا، آدي الطريق والمدرسة والبيت، وآدي كلمة فضلت طيبة بتجمعنا. مديت كفوفي للمياه أسقيك، ووقفت شجرة في الشموس أحميك من هد ظلة شملنا ضيعنا. شبكت إيدي أرفعك للصور، وقسمت مصروف الفرح وياك. رمتني ليه بالظلام مكسور وأنا كنت واهب كلمتي لغناك؟ كان طفل ماشي في طريق النار، كان طفل ماشي في طريق النار، شايل في كفه شتلة الرمان
جاله رصاص العدو من الظهر، شعرة معاوية في قميص عثمان، الفتنة الفتنة والدماء المهر، افرح بهذا النصر يا إنسان، الأمة ماشية في طريق أغبر، الأخ قاتل والسجين سجان، شفنا شيوخ تعتلي المنبر أخطر من الأعداء على القرآن. هايل هايل هايل. الأرض أم وحضنها لابد هيسعنا، لابد هيسعنا. الله عليك والله. يعني في ناس كتيرة بتكتب شعر بس ما عندهاش ملكة الإلقاء، لكن هو عايشنا الحالة، احنا كنا مندمجين معاه وخلاص احنا عايشين قصة دلوقتي ان في صراع ما بين أخين. ده يعني دي التجربة، يعني هي بس ممكن تكون تجربة شوية غامقة يعني، بس كانت لازم، يعني لازم تبقى موجودة. انت عندك دواوين تانية كتير، احنا بنتكلم في 11 ديوان. عندي يعني هم 16 كمان ما شاء الله. يعني الحمد لله كان حظي سعيد. يعني انا عندي ولد خيبان السنه 13 شهر، القطه العاميه. كنت عامل مشروع واخد تفرغ من وزاره الثقافه 4 سنين، عملت حاجه عن الالعاب الشعبيه اللي كنا بنلعبها في حوارينا زمان. طبعا الجيل بتاعي اكيد مش الجيل بتاعكم، صغيرين يعني. هو نفس الجيل على فكره. الجيل بتاعي اللي يعني شيكا على العالي وخلاويس كنت انا عامل مشروع عن الالعاب الشعبيه 4 اجزاء، اللي هو القطه العاميه وشبر شبرين. بعد كده عملت ديوان اسمه الملح والبحر، ممكن ابقى اقول لكم منه. ده طبعا ممكن نسمع دمه خفيف شويه. طيب ماشي، حاجه على الصبح كده. ماشي، بدل ما يعني نكد على الناس. الملح ادى الوجود للبحر، العشق بينهم ازل، وانا وانت بينا الخوف جعل كل الدروب ملح، فلتبتدي كل النوارس في الرحيل عن بحرنا، فلتبتسم فينا الجراح، فليضحك الحزن ضحكته المشهورة، أنا وإنت برين بعاد رغم الشبه في الصورة. ما بين المد والجزر احتمال تالت، ما بين المد والجزر احتمال تالت، لحظة ثبات البحر، لحظة ثبات البحر، انكسار للموج كان يا مكان للروح شطوط أمنة، والعشق كان الظل، كان السما التامنة، إن حد فينا ضل، مين اللي قال نسبة رغم انكسار الظل للبحر شباك على السما، من يرتجيه يغرق شرق الأحبة العشق، إن يؤمرك تعشق لما بكى البحر سبغ السما أزرق. يا سلام. طيب أنت عندك كمان تجارب في كتابة الأغاني. طبعا. ما بين اطفال وما بين كبار، الحركه ما بين الكتابه للاطفال صعبه جدا. عملت طبعا اغاني مع الاستاذ علي الحجار، اعمل له حوالي 24 غنوه. يعني زي ايه مثلا؟ زي لسه الشتاء، ومش لما الشتاء. لسه الشتاء، لان لما الشتاء دي الاستاذ ابراهيم عبد الفتاح، وداري جمالك، جاي لك، الامضه مصري، عاملين حتى كمان لسه غنوه المفروض تنزل. يعني هي يعني فكره انها تقدر تشوفها افيه، يعني ان هو لحن بليغ حمدي وكلامي تاني. لحن بليغ حمدي كانوا يعني وريث الاستاذ بليغ حمدي، ليه لحن البليغ حمدي، اخر الحان بليغ حمدي، واهداها لعلي الحجار، الاستاذ علي الحجار. والاستاذ علي الحجار كتبنا على اللحن، المفروض انها تنزل، هي غنوه وطنيه بس المفروض تنزل. بحسب، مش المفروض الكلام الاول قبل اللحن؟ انا فاهم غلط. هو ده اللي كان ده عدله الموضوع. ان انا بنكتب الاول وبعدين بنشوف اللحن. دلوقتي الناس ممكن يجي لك لحن تكتب عليه. وده كمان اصعب اعتقد، بقى اصعب، بس كمان بقى في توزيع بيتعمل عليه لحن وبيتعمل عليه كلام. يعني كنت اشتغلت مع استاذ بليغ حمدي؟ يعني ده انا الوحيد في جيلي. وهو يعني هي طبعا لما بقول لاصحابي قالوا لي يا ابني يعني انت يعني ربنا هيعمل ايه اكتر من كده عشان يقول لك يعني يرضيك، تمام، طلع لك بليغ حمدي من التربه يعني. بس وعملت طبعا زي ما بقول لك 24 غنوه مع الاستاذ علي الحجار، ليه اغاني ثانيه مع مطربين شباب. يعني دي منطقه الغنى يعني. انا بتعامل مع الكتابه بشكل عام. يعني عندي مجموعه قصصيه اسمها غرب الجسر، عندي كتاب عن الجريمه اسمه الجريمه. يعني
كده. طيب ده عظيم جدا. احنا في بقى جانب اخر عايزين نروح له، هي الجوائز. انت ما شاء الله خدت جوائز كتير قوي لو اتكلمنا عنها. يعني الحمد لله والشكر لله برضو. يعني بص، هو انا بدات اول ديوان ليا كان 2006. اول ديوان 2006 اخذت التفرغ، اللي هو جائزه التفرغ دي اللي هي 4 سنين. 2006 سافرت مؤتمر دولي لكتاب الشباب في سلطنه عمان. ما انا بقول لك انا يعني محظوظ، يعني هي في دعوه كده جايه. انت محظوظ وراضي كمان. بس خلينا يعني برضو متفقين ان برنامج صباح الخير يا مصر هو السبب في ده. فان شاء الله بعد حلقه النهارده ان شاء الله انت كبير وكل حاجه، بس ان شاء الله بعد حلقه النهارده ربنا يفتح عليك اكتر واكتر. احنا كلنا هنخرج من هنا ان هو انه البرنامج هو السبب في كل حاجه. يعني من 2006 زي ما يعني بقول لك كده، انه كل سنه كنت باخد جائزه. يعني الحمد لله والشكر لله وربنا كريم جدا معايا لحد 2016. ودي يعني كنت اصغر حد يحصل على جائزه الدوله التشجيعيه في 2016 الحمد لله والشكر لله، عن ديوان سيره الورد. ثم بعدها بقى الشغل، ما كنتش اشتغلت غنى غير مع فرق زي بساطه وفرق يعني كان بتعرض في الساقيه، كنت عامل لهم اغاني، كنت عامل برضو مجموعه اغاني كبيره يعني. بس بعد 2016 اشتغلت بقى، قلت اما اجرب الغنى عشان طبعا تكون موجود برضه، ده اللي فيه فلوس يعني. ده فيه فلوس بصراحه يعني. طب احنا هنختم بايه؟ زي ما تحبوا. سيره الورد انا قلت كتير في البرامج. طيب خلاص، شوف لنا حاجه ما قلتهاش. شوف ايه اللي عايز تختم بيه. طيب ممكن نقول من ديوان اسمه الحواس الخمس، ده لسه هينزل. ممكن نقول قصيده اسمها النظر. اتفضل. تمام. حلوه كده البرنامج صباحي. دي اول مره تتقال هنا. طيب يلا خلاص يعني. شوف انا ما فيش انا عامل معاكم كل حاجه. احنا اللي سباقين على فكره، احنا اللي السبق. شايف في ظلك الشفاف قلب اللي خاف من الكسره مجبور، شايف في ظلك الشفاف قلب اللي خاف من الكسره مجبور، من حق كل الشجر يعدي بره السور ويخش شباكك، من حق كل الورد يفرش لك الطرقه، من حق كل الرسايل تلعن ابو الفرقه، تلعن ابو الاحزان لو عتبت عينك. بينك وبين النور مفيش خطي، كل العتب مسموح، كل الحاجات بتروح ما ترجع، كل اللي يوجع ضحكتك ارميه، عدي عليه زي الرصيف في الشارع، خليك ضل بيهجر الفترين القديمة، ارمي الحنين للماضي من روحك، آخر مدد للشوف، كل اللي مصروف من الفرح ليكي، يا ضحكتي فيكي، فيا اللي يكفيكي، يحميكي من طيشي ومن اندفاع الروح، ملعون أبوها الجروح لو تدخل القصة وتبدل الألوان، يا منتهى اللي كان كان اللي كان، يا بنت حواء لو يعلمون، الضلع مشدود كأنه وتر القانون، كأنه حد الصراط، يا أيها المفتون بالسحر والحكايات عن سندريلا وشهرزاد الأميرة وقصر تاج المحل وليلى بنت العرب والعشق حل حد الجنون، عن بنت غالي ومهرها حبيت نعيمة يا جولييت، عن نعسة بايعة شعراء وأيوب، يا فتنة المكتوب منك مفيش مهروب، كل الحروب على الأرض خسرانة، كل الحروب على الأرض خسرانة، في حاجة كسرانة وملخبطة التفسير، الكلمة غير الكلمة فوق السطر، البنت معنا والولد معنا والمعنى يكمل باكتمال الشطر، الأرض ماشية والشجر ثابت، ثابت عيوني دمعتين في القطر، قطعت ملايكة ربنا حبل العياط وقالت لي رفقا يا فتى بحالك، كل البيبان من الوقت فتحالك، انفض ترابك رحلتك أو حالك، الرب أو حالك والمعجزة تشوف، انظر بروحك للجبل ينشأ والبحر يثبت تحت أقدامك، اعبر بعشقك للزمان الحق واختار صحابك قبل أحلامك، ملعون أبوها الكلمة لو مش لأ، ملعون أبوها عيون ما صانتش أيامك، عملت قلبك للي حبك طريق ومشيت تغني والفرح صايبك، من إمتى شفت البحر ينجد غريق، من إمتى شفت الدمع رجع حبايبك.
والله العظيم الفقرة يعني احنا انبسطنا بوجودك معانا النهارده. انا انبسطت اكتر والله، يعني احنا اول مرة نتقابل، بس يعني انتوا يعني عندكم قبول الله اكبر، يعني شكرا جزيلا ليك. طبعا نورتنا وشرفتنا الشاعر المبدع سالم الشهباني، شكرا جزيلا لك. شرفت بيك، شرفت بيك حضرتك جدا. اهلا وسهلا بحضرتك. مشاهدينا احنا فقراتنا لسه مستمره معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقات. حالة من الترقب بتعيشها إيران مع دخول المنافسة ما بين المحافظين والإصلاحيين على تولي رئاسة البلاد. وصلنا للمرحلة الأخيرة من اختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. وفقا للدستور الإيراني، من حق كل الإيرانيين البالغين من العمر 18 سنة فيما فوق التصويت. معنى كده أن أكتر من 61 مليون من سكان إيران ليهم الحق أنهم يدلوا بصوتهم في 60,000 مركز انتخابي في عملية انتخابية بيشرف عليها مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية الإيرانية. دلوقتي بيتم فرز جميع الأصوات يدويا داخل مراكز الاقتراع، وعشان كده مش هيتم الإعلان عن النتيجة النهائية قبل يومين على الأقل بشكل رسمي. وفي حالة عدم حصول أي مرشح على 50% زائد واحد من أصوات الناخبين، هيتم إجراء جولة تانية بين المرشحين واللي حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في 5 يوليو اللي جاي. مع إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات هيؤدي الرئيس المنتخب الإيراني اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان الإيراني، وهتستمر فترة ولايته لمدة 4 سنوات. بتقتصر طبعا اختصاصات الرئيس الإيراني على تنفيذ الدستور وممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات اللي بيختص بيها المرشد الإيراني. ده غير أن رئيس الجمهورية بيختار أعضاء حكومته بعد ما أصبح مسؤول مسؤولية مباشرة عن الأداء الحكومي بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران سنة 89. ودلوقتي خلينا نروح لزميلنا كريم بيبرس موفد القناة الأولى اللي موجود دلوقتي في العريش عشان نعرف منه آخر التطورات الخاصة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة. صباح الخير عليك يا كريم، اتفضل. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. لسه في متابعه مستمره فعلا من مدينه العريش ورفح، وتحديدا في مدينه العريش، وبنرصد بالطبع المجهودات المصريه المختلفه لدخول المساعدات الاغاثيه الى الاشقاء في قطاع غزة. بنتكلم بالطبع عن يعني اصطفاف كبير للشاحنات الإغاثية على جانبي الطرق موجودة في العريش ورفح، لكن الحقيقة جزء مهم جدا من الشاحنات الإغاثية أو المساعدات الإغاثية بشكل عام اللي بتروح للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هي سيارات الإسعاف. يمكن قوات الاحتلال مش بس بتتعنت في دخول المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية للأشقاء الفلسطينيين، لكن كمان بتتعنت في دخول المستلزمات الطبية، وده طبعا ضمن النهج اللي هي بتنتهجه للوصول للإبادة الجماعية اللي بتنتهجها فعلا بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. بنتكلم يعني أنه ارتفاع أعداد كبير جدا للشهداء، لكن مش بس من القصف المستمر، لكن كمان من منع وصول المستلزمات الطبية، ما يكونش فيه علاج، خروج المستشفيات عن الخدمة. لكن كمان بجانب ده يعني الناس بتموت من الجوع أو على حافة المجاعة على حسب يعني تقرير الأمم المتحدة والأونروا وغيرها من المنظمات الأممية داخل قطاع غزة. الحقيقة أنه زي الشاحنات الإغاثية كمان سيارات الإسعاف دي اللي كانت مفروض تدخل الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة برضو موجودة بقالها أيام وأشهر الحقيقة على الطرق، موجودة في الأماكن الخاصة بالتخزين، وتم منع دخولها من الناحية الأخرى. لكن الحقيقة أن الشاحنات والسيارات دي كانت بتتحرك من قدام بوابة معبر رفح المصرية، وبتدخل إما عن طريق بوابة رفح الفلسطينية أو معبر كرم أبو سالم. بوابة معبر رفح الفلسطينية خرجت تماما عن الخدمة من 7 مايو من ساعة ما قوات الاحتلال يعني احتلت معبر رفح الفلسطيني، ثم بعد ذلك يعني أحرقت المعبر تماما وخرج تماما عن الخدمة، بقى المنفذ الوحيد هو معبر كرم أبو سالم. ولكن حتى عشان يخرج أو يدخل من خلال معبر كرم أبو سالم لازم يعبر من أمام بوابة معبر رفح المصرية. الحقيقة أنه خلال الأيام اللي فاتت يعني دخل عدد قليل جدا 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 من الشاحنات، امبارح ما دخلش حاجة خالص، النهاردة لسه لم يدخل أي شاحنات، يعني حتى الآن اللي كان بيخش هو عدد ضئيل من شاحنات الوقود زي 5 شاحنات أو 4 شاحنات للغاز، وبيتم
يتم طبعا تفريغهم في الناحية التانية، لكن ده أقل من 1% من الاحتياجات الحقيقية لقطاع غزة أو بشكل عام للمرافق الحيوية مثل المستشفيات وغيرها من الأماكن اللي بتحتاج وقود. كمان استمرار القصف ما زال مستمر الحقيقة بشكل عنيف جدا على الأماكن الآمنة اللي كانت قوات الاحتلال حددتها من قبل، يعني مثلا منطقة المواصي بيتم استهدافها ودي أماكن آمنة كانت حددتها، أماكن تانية أخرى بيتم استهداف حوالين المستشفيات، كمان بيتم استهداف سيارات الإسعاف. يمكن القطاع الطبي في أمس الحاجة لسيارات الإسعاف دلوقتي، لكن كمان دي بيتم منع دخولها. الحقيقة يمكن الخبر الأبرز خلال الأيام اللي فاتت هي طبعا يعني خروج ما يقرب من 20 طفل مصاب بالسرطان عن طريق معبر كرم أبو سالم، وده بتعاون مصري إماراتي مع منظمات الأمم المتحدة، ويمكن ده الأهم. هم خرجوا بالفعل يتلقوا العلاج خارج قطاع غزة، جزء من انتهاج الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة هو أيضا منع خروج المصابين الفلسطينيين من تلقي العلاج في المستشفيات المصرية. وبنتكلم إحنا تقريبا الأونروا كانت بتتكلم عن يعني احتياج ما يقرب من 50,000 مصاب فلسطيني ان هم يتلقوا العلاج في المستشفيات الخارجية خارج قطاع غزة، لانه دلوقتي الوضع الصحي في قطاع غزة لا يسمح بعلاج كل هذه الارقام، وكمان الامكانيات بسبب منع دخول المستلزمات الطبية لا تكفي لكل ده. يمكن الصورة هي كده خلال الفترة اللي فاتت ما اختلفتش، لكن الاكيد المجهودات المصرية المختلفة في تجهيز الشاحنات، تجهيز سيارات الاسعاف وغيرها من المساعدات المختلفة للتخفيف عن كاهل الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. دي كانت الصورة من عريش ورفح، والان برجع لكم مرة ثانية. زميلنا كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري في العريش، شكرا جزيلا لك. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.